بسم الله الرحمن الرحيم، مساء الخير واهلا بكم في حلقه جديده من الماتش. اليوم الاحد، تاني ايام الاسبوع الرياضي. كالعاده باذن الله لمده ساعتين هنتابع كل ما حدث ويحدث وسيحدث رياضيا، سواء جوه مصر او بره مصر. وبره مصر وتحديدا في الكاميرون اللي هتلعب بكره ماتشها في دور ال 16، بدات النهارده مباريات دور ال 16 من امم افريقيا بدراما واثاره حقيقيه. فمثلا منتخب الجابون ظل متاخرا امام منتخب بوركينا فاسو لما يقرب من الدقيقة 30 لحد الدقيقة 90 يعني، وفي الدقيقة 90 أدرك التعادل بعد ما اطرد منه لاعب في مباراة كانت مجنونة ومليئة بالفرص للطرفين، وانتهت في النهاية بإدراك التعادل لنلعب شوطين إضافيين وبركلات الترجيح بوركينا فاسو تصبح أول المتأهلين إلى الدور ربع النهائي، منتظرة بعدها بساعتين تونس أو نيجيريا. تونس اللي حصدت المركز الثالث كأحد أفضل توالت، بل ثالث أفضل توالت بثلاث نقاط فقط من فوز واحد في دور المجموعات، كسبوا نيجيريا اللي كانوا الفريق الوحيد اللي كسبوا الثلاث مباريات ليهم في المجموعة. ليصعد منتخب تونس هو الآخر لمواجهة منتخب بوركينا فاسو في الدور ربع النهائي ضمن بطولة زادت حلاوتها وتستمر في إثارتها، سواء بقرارات تحكيمية أو بتنظيم أو بمستويات أو ببطاقات حمراء أو حتى بكورونا بتبوظ المستويات وبتبوظ الفرق. ده في الوقت اللي منتخبنا الوطني بيستعد لمواجهة نظيره الإيفواري يوم الأربعاء المقبل بإذن الله ضمن نفس الدور. بالتوفيق لمنتخبنا الوطني، مبروك لتونس، هارد لك لنيجيريا، هارد لك للجابون، مبروك لبوركينا فاسو. وتفاصيل كتيرة جدا هنتكلم عنها النهاردة، بالنظر لأنه غير أفريقيا في أحداث كتيرة جدا بتحصل في أوروبا وكمان في مصر. بعد ثوان قليلة يبدأ الماتش، يلا بينا. اهلا بحضراتكم مره تانية في الماتش. النهارده مباراتين في الدور ثمن النهائي من بطوله امم افريقيا المقامه في الكاميرون في النسخه رقم 33. كانت المباراه اللي انتهت منذ قليل انتصار قوي ومستحق لمنتخب تونس على منتخب نيجيريا بهدف دون مقابل سجله يوسف المساكني بتصويبه بعد اداء رائع ومراوغات فردية خارج منطقة الجزاء وتصويبة تغالط حارس مرمى منتخب نيجيريا. تونس بهذا الانتصار تأهلت لمواجهة منتخب بوركينا فاسو اللي تعادلوا مع الجابون بهدف مقابل هدف، ثم أكملوا الماراثون في الشوطين الإضافيين وبوركينا سجلت هدفا ألغي بسبب التسلل بركلات الترجيح. لما ده كان بيسجل ده كان بيسجل، ولما ده كان بيضيع ده كان بيضيع، حتى لو كانت كورة وكورة بعد انتهاء الخمس ركلات. ولكن ركلة أخيرة أهدرها منتخب الجابون ورد عليها منتخب بوركينا فاسو بهدف فتأهل إلى الدور المقبل. تونس ضد بوركينا فاسو أول مواجهة بتتحدد في الدور ربع النهائي. تونس من المفارقات إن ده الفريق اللي كسب ماتش واحد بس اللي هو بين خسارتين في الافتتاح قدام مالي وفي الختام قدام جامبيا، نجح في إنه يتأهل بعد ما استنى. هو من حسن حظه ان هو ما استناش كتير، لانه اخر مباراه لعبت في دور المجموعات كانت تونس، فاتغلبوا وعرفوا هم في الملعب ان هم تاهلوا. لكن كانت الاسئله كلها عن انه هل الفريق اللي تاهل بس الثلاث نقاط هيعرف يواجه العملاق الوحيد اللي كسب الثلاث ماتشات ليه في دور المجموعات منتخب نيجيريا، ومنهم انتصار قوي بمستوى قوي على منتخب مصر المتوج التاريخي بهذه البطوله. التساؤلات اترد عليها النهارده رغم كم الاصابات بكورونا اللي طالت حتى منذر الكبير المدير الفني لمنتخب تونس. مباراه افضل كثيرا من الثلاث لقاءات اللي لعبوها في دور المجموعات، اداء دفاعي جيد وقت الاستحواذ النيجيري، وحتى بعد التقدم لمنتخب تونس عرفوا يجروا المباراه زي ما هم عايزين، يستحوذوا على الكوره. وهب الخزري العائب من الاصابه بالكورونا امبارح بس نزل بديل، وقف على الكرة شويتين، قبليهم كان المساكني اللي خرج بنزول وهب الخزري سجل هدفا رائعا، تصويبة قوية بينجح فيها منتخب نسور قرطاج في الفوز على السوبر إيجلز الآخرين منتخب نيجيريا. ودع عملاق آخر البطولة اللي ودعها بدور المجموعات الجزائر وغانا من بدري بدري، نيجيريا كمان بتودع، أي نعم على حساب عملاق أو لصالح عملاق تونسي، لكن العمالقة يودعون، ومن يتوج في النهاية بالبطولة
منتخبنا ملوش أي دعوة بالكلام ده، إن شاء الله عملاق مستمر حتى النهاية ليتوج بالبطولة. ماتشين اتلعبوا النهاردة وبكرة ماتشين تانيين. مباراتا الغد برضو الساعة 6 والساعة 9 هتشهد ظهور المستضيف حامل لقب نسخة 2017 الكاميرون بمواجهة أحد الأحصنة السوداء في هذه البطولة، منتخب جزر القمر اللي في أول مشاركة في تاريخه بيصل إلى الدور ثمن النهائي الساعة 9 مساء. لكن عندنا تفاصيل عن المواجهة دي. غينيا مع جامبيا، مباراة قد تكون على الورق اسم فريقين مش متأكد ان هم هيدونا متعة، وان كان غينيا منتخب بيلعب كرة حلوة، في مواجهة جامبيا حصان اسود حقيقي في هذه البطولة تأهل على حساب او حتى سابقا عملاق زي المنتخب التونسي ومتفوقا عليه. دي مباراة هتكون الساعة 6 غدا بإذن الله، فإن شاء الله مشاهدة ممتعة. المباراة الأولى النهاردة اللي جمعت ما بين بوركينا فاسو والجابون كانت جنانها في حاجات كتيرة قوي. المباراة كانت فرص هنا وفرص هنا بكل الاتجاهات، من العمق هتلاقي فرص، كرات عالية من ورا المدافعين هتلاقي فرص، كرات من الأطراف هتلاقي فرص، والكلام هنا يمشي على الجابون ويمشي على بوركينا فاسو. مباراة حلوة، أي نعم فيها سذاجة دفاعية هائلة لدرجة أنك كنت بتشوف انفرادات كتيرة وتألق للحراس من هنا وهنا، لكن السذاجة دي أحيانا بتدينا ناتج حلو، متعة في الكورة. بتلاقي أربعة رايحين انفراد بيضيعوها، بتلاقي الناحية التانية تترد برضو بتلاتة رايحين انفراد فبيضيعوها، وماتش كان مش مفهوم مين اللي هيحسمه. وبعد تعادل منتخب الجابون في الدقيقة الأخيرة بقى التساؤل، هل المعنويات البوركينابية المنخفضة بتعادل في آخر ثواني بعد كمية فرص ضيعوها هيكملوا بالمعنويات المنخفضة ولا هتصحى؟ صحيوا وكانوا أفضل واستحقوا. لكن ما كان أغرب شيء في هذه المواجهة هو الكابتن رضوان جيد حكم المباراة، اللي الناس كلها بتتساءل أنت كنت متعصب قوي كده ليه؟ أيوة المباراة كانت الحقيقة فيها التحامات بدنية عنيفة، فيها بطاقة حمراء حصل عليها المنتخب الجابوني بعد هجمة مرتدة ضمن هجمات بوركينا فاسو وقت ما الجابون كانوا بيضغط عشان يجيب التعادل. كان فيها التحامات عنيفة شويتين، لكن اللعيبة نفسها ما كانتش شرسة، يعني ما كانتش يعني بتبص لبعض بصة أنا جاي موتك. فانفعالات رضوان جيد كانت هي اللي تخوف، هي انفعالاته ما توقفتش عند أنه كان بيزعق في اللعيبة وكان بيجري على اللعيبة يعني اللعيبة ما كانتش يعني بالعنف ده، لكن انفعالاته كمان ظهرت. لو انت مسكت الماتش بما بعد المباراة باللي حصل فيه هتلاقي 14 بطاقة صفراء موزعة على الفريقين، هتلاقي بطاقة حمراء بعد تحول بطاقتين صفراوين إلى بطاقة حمراء، فكان في مبالغة في استخدام الإنذارات. وأنا الحقيقة اتبسطت إن اللعيبة كانت متقبلة ده، لأنه حسيت ان الماتش هيبوظ مننا من كتر الانفعال اللي كان في الحكم رضوان جيد، وهو من الحكام المميزين على اي حال، وان كان مش هو اللي ظلم، لكن الحكم المساعد ظلم منتخب الجابون بعد التعادل في اخر دقيقه من الوقت الاصلي للمباراه بانه كان في كوره خط المنتصف راجعين بكاونتر اتاك، فتراوري بصاها او عفوا منتخب الجابون هو اللي كان بيهاجم، فكره يعني نص ملعب فمفيش اوفسايد، وكانت مش اوفسايد الحقيقه، فبالتالي اي لقطه زي دي بتبقى جدليه، الكره بتكمل وسيبه يا اخي يجري نص ملعب يجيبها جول وقول له اوفسايد نشوف الفار. لكن هو الحكم كان هو كمان داخل في المود قوي فراح رافع الرايه، فحرم الجابون من هدف او من فرصه كانت ممكن تتحول الى هدف تخليهم يتاهلوا. لكن دي من الاخطاء الخطيره الحقيقه في هذه البطوله، لانها قد تكون اثرت بشكل مباشر في توديع الجابون وتأهل منتخب بوركينا فاسو، لكنه يبقى في النهاية على مستوى الكورة تأهل مستحق لمنتخب بوركينا فاسو. الناحية التانية بقى تونس، أنا بحييهم على فكرة على الوقوف على رجليهم بعد المستوى اللي ظهروا بيه في دور المجموعات مع غيابات كتيرة. النهاردة بتلاقي عيفة بيلعب مساك، بتلاقي دراجر بيلعب ناحية اليمين بعد المثلوثي ما اتصاب وبعد عيفة ما اتغير، بتلاقي ناحية الشمال كمان الحدادي، بتلاقي أسماء بتظهر ما كانتش بتاخد فرصها فجأة بتلاقي نفسها في مشاركة أولى في دور إقصائي، ورغم كده كان في ثبات وكان في مستوى رائع رجولي من لاعبي تونس فاستحقوا التأهل. مبروك لمنتخب تونس، أول العرب المتأهلين إلى الدور ربع النهائي من بطولة أمم إفريقيا.
بعيدا عن هاتين المباراتين، فمنتخبنا الوطني على جانب آخر بيستعد، والنهاردة لليوم الثاني على التوالي فتوح بيشارك، وده بيقربه من الظهور كظهير أيسر أمام منتخب كوت ديفوار في لقاء يوم الأربعاء المقبل. في الوقت اللي الونش بدأ أخيرا ينزل بعد التأهيل، بدأ يتحرك بالكورة هو لوحده، تدريبات منفردة لكن بالكورة، فدي خطوة. وإحنا لسه معنا 2 و3 فقد نجد الونش بيعود لمشاركة حجازي في قلب الدفاع أمام المنتخب الإيفواري العملاق إن شاء الله. يوم الأربعاء نكون بنخلص الحلقة وإحنا بنقول لكم مبروك، ويلا مع بعض نشوف هنلعب مين في الدور التالي. طيب، هو في نفس الإطار أنا عجباني الثقة اللي بيتكلم بيها كارلوس كيروش المدير الفني للمنتخب في تصريحاته، وفكرة إن هو خلاص عارف إنه في غضب ربما بسبب المستوى في المباراة الأولى، واللي تحسن نسبيا في الماتش الثاني وتحسن نسبيا في الماتش الثالث، لكن هو اتكلم إن إحنا عملنا اللي عايزينه واللي جاي بقى ده فوز بس، فهتشوفوا شكل مختلف وهنشوف كمان طريقة تعامل مع المباريات مختلف، لأن أنت في الآخر محتاج تسجل ومحتاج تستقبل الضغط، وده متوقع في مواجهة منتخب كوت ديفوار. فإزاي تعرف في النهاية بتسعين دقيقة أو 120 دقيقة تكون تأهلت إلى الدور المقبل؟ إن شاء الله إحنا وراكم وداعمين ليكم ومصدقين كمان فيكم علشان تحققوا لنا الانتصار المنتظر على منتخب كوت ديفوار. طيب، ما بين وقت للتاني بتخرج ربما انتقادات أحيانا بتكون عنيفة وأحيانا بتكون أعلى من المتعارف عليه لبعض اللاعبين في المنتخب الوطني. أحد هؤلاء اللاعبين هو محمد النني، اللي والده نجم الكرة المصرية نجم بلدية المحلة السابق الكابتن ناصر النني، معانا على التليفون دلوقتي. كابتن ناصر، أهلا بحضرتك، منورنا. حبيبي يا كابتن هاني، حبيبي، أخبارك حبيبي. إيه، وحشني، ويا رب تكون بخير. وأنت وحشني جدا يا كابتن. ربنا يخليك يا رب. الله يكرمك. مصر مع كوت ديفوار، شايف الماتش ده إزاي يا كابتن ناصر؟ بإذن الله بإذن الله الواحد متفائل خير. يعني بإذن الله النهاردة حتى ماتش مباراة تونس النهاردة النجدة كله متوقع إن النجدة تكسب. مظبوط. فالنهارده برضو يعني ربنا بيدينا علامه للجمهور المصري. أيوة. ان هو يقف جنب المنتخب المصري. لان عايزين دعم من الدنيا كلها. يعني دعم مصر كلها تدعي. انا اعمل الاشتاج ده باذن الله من عند حضرتك كابتن هاني. ايوه، لازم نعمل اشتاج لندعي في يوم الاربع كلنا مع بعض. ايوه، المصري المنتخب المصري يكسب باذن الله الساعه 6 الا دقيقه، كلنا نقول يا رب يا رب يا رب يا كابتن يا رب. انني ايه رايك في مستواه في البطوله وتتكلم معاه بتشوف ايه موده مزاجه المستوى عامل ازاي؟ تكلمني يا حضرتك عن النقطه. لا يعني محمد يعني محمد لعيب بيحب مصر. دي اول حاجه. تمام، صح. مخلص لشعب مصر. النهارده محمد النني بقاله النهارده في المنتخب، النهارده من منتخب الشباب لمنتخب الاولمبي للاولمبيات لكاس عالم ناشئين لكاس عالم الفريق الاول. أيوة. كل ده محمد لعب. يعني راجل بيلعب في نادي اكبر نادي في العالم، نادي الارسنال. يعني عشان نتكلم على محمد النني احنا ما نتكلمش، هو اللي يقول واحنا نسمع. يعني نقول احنا وهو يسمع، نسمعه، لان راجل بيلعب في احسن نادي. معلش، في انتقادات كوره عادي كتحليل، انه كان المفروض يحصل كذا، انني اثر في كذا، صلاح عمل كذا، كان المفروض يعمل كذا. المجد البناء ده مهم. المجد البناء ده مهم. النهارده هنلعب باسم مصر اللي هتفوز باذن الله. النهارده شكلك ايه لما مصر تفوز وانت بتتكلم كلام مش مظبوط؟ معلش معلش، لا انت الراجل ده تعب قد ايه وشاق قد ايه، الختمه وصل اللي هو فيه ده مش من فراغ. يعني معلش، احسن يعني لعيبه في الارسنال اللي هم الاساطير بيتكلموا على محمد النني. ايوه، اساطير الارسنال. معلش، الناس اللي بتلعب الكوره كابتن المفروض يعني ولعب على اعلى مستوى ما يتكلمش على واحد زي صلاح والنني. ما ينفعش. دول مشرفينا في مصر يا كابتن. النهارده تريزيجيه وحجازي وكوكا
احنا النهارده عايزين نوقع الناس دي ولا نوقفهم على رجليهم ولا هم عايزين ايه؟ معلش انت تفرح ان اللعيب النهارده بيلعب في نادي الاهلي بنبقى فرحانين، نادي الزمالك بنبقى فرحانين بيه. صح. اللعيب بيلعب في نادي الارسنال. اه. ما ينفعش لعيبه كبار ولعيبه لعبوا على اعلى مستوى عيب لما تتكلم في حاجه زي دي. هل النني نفسه متضايق من الانتقادات اللي احيانا بتبقى اعلى من الطبيعي او اعلى من الانتقاد الكروي العادي؟ يا كابتن، يا كابتن هنا انا اقول لك معلومه كبيره قوي على محمد. محمد يعني طول عمره بيقول لي يا بابا اهدى. يعني شفت بقى الكلام عامل ازاي؟ المفروض مش عارف. لا ده العكس. يقول يا بابا العكس، انت ما تردش ولا تتكلم ولا، لان الامور كلها احنا بنشجع مصر. النهارده دول من اهل مصر مش من لعيبه جايه من، يعني هم مش اوروبيين وجايين يلعبوا معانا. مظبوط. ده بيلعبوا باسم مصر. يعني لما النهارده ما شجعه وقف جنبه وسنده ومعانا احسن لعيب في العالم زي صلاح، معانا تريزيجيه اللي مكسر الدنيا في استون فيلا، الناس ما بتتكلمش عليهم دول خالص ليه؟ لازم الناس يا كابتن تتكلم على اللعيبه دي اللي هم مشرفينا. هو عايز جاي لك ليه؟ ما عايز يموت نفسه. معلش يعني في ناس، احنا شفنا رياض محرز النهارده بيخسر بطوله. الناس بتوع الجزائر عملوا ايه؟ شجعوا الفرقه. ايوه شجعوهم ما سابوهمش. معنى الناس طالعه والجزائر اللي هم كلنا خايفين منها ها وطلع، والنهارده تونس بتطلع، نيجيريا بتطلع. ايوه الله، والنهارده فرقه الجابون بتطلع. الله برضو انا يعني انا هضم صوتي لصوت محمد يا كابتن ناصر واقول لك انه يعني مفهوم ان احنا بنعترض على الاسلوب اللي احيانا بيكون زياده عن الحد، لكن انا بقول لك زيه، بقول لك زيه، بقول لك زيه. اهدى اهدى، لانه احيانا الكوره، احيانا الكوره بتطلع انفعالات طبعا اكتر من الطبيعي او اكتر من المستحق، مفهوم تماما. فبقول لك احنا كلنا مع بعض ورا لعيبه المنتخب، احنا مش باسم بعينه لكن احنا ورا، يعني جمهور مصر، جمهور مصر عظيم، واحنا وقت الشده هتلاقي اللعيبه. يعني احساسي باذن الله، والله يا كابتن احساسي ان باذن الله الناس دي هتكسب ان شاء الله، مكسب كمان ولعب الكوره باذن الله. ان شاء الله باذن الله. بشكرك يا كابتن ناصر ونورتني، وان شاء الله يوم الاربعاء نكلمك نبارك لك ولكل المصريين تأهلنا الى الدور ربع النهائي من بطوله امم افريقيا. في البطوله دي بكره غالبا هتشوف مشهد مثير جدا لمده 90 دقيقه. متخيل الفريق صاحب رقم الأقوى هجوما في دور المجموعات بسبعة أهداف، الفريق الوحيد اللي كان بيختلف عن غيره كانوا غالبا بيكسبوا 1-0 كان هو يكسب 3، يكسب 1-0 يكسب 2، يكسب 1-0 يكسب 4. منتخب الكاميرون غالبا هتشوفه بكرة وهو بيستلم الكرة من عند حارس مرمى عشان يبدأ يحاول بأي طريقة يوصل لحارس مرمى منتخب جزر القمر علشان يصوب، يرفع ويلعب رأسية، يحاول بكل الطرق من أي مكان التصويب في شباك جزر القمر. ليه؟ مش عشان فارق الإمكانيات والتاريخ ما بين الكاميرون وجزر القمر فقط، لكن لأن جزر القمر ولا حارسهم الأول ولا الثاني ولا الثالث موجود معاهم بكرة، وبناء عليه الحارس اللي اتصاب في الماتش الأخير لمنتخب جزر القمر مش هيكون موجود بسبب الإصابة. الاثنين البديل بتاعه والبديل بتاع البديل مصابين بفيروس كورونا ضمن 12 حالة من حالات الإصابة في فريق جزر القمر. معنى كده إيه؟ أنه طبقا للوائح الاتحاد الأفريقي لكرة القدم وهذه النسخة تحديدا، أي 11 عندك نيجاتيف هيلعبوا. والله بقى عايز توقف لاعب حارس مرمى، عايز تخلي حارس مرمى يلعب سترايكر، اعمل اللي انت عايزه. 11 لاعب جاهز هيلعبوا، لو ما لعبش او لو ما فيش 11 لاعب كامل جاهز انت مغلوب. يعني هتلعب، يعني هتلعب، ما تجيش تشتكي لنا الا بقى لو في حاله احنا شايفينها ان هي تستحق هذه الشكوى. جزر القمر عندهم هذا الوضع، عندهم حارس الاساسي اللي هو سليم بن بوينا مصاب، والحارس الاخر الثاني والثالث اللي هو احمده مصاب، واخرون الحارس الثالث كمان. اللائحه كانت بتقول انه سيطلب من الفريق انه يلعب ما دام عنده 11 لاعب متاح نتيجتهم سلبيه في الكورونا، في حاله عدم وجود حارس مرمى كانهم عارفين يجب على لاعب اخر من الفريق ان يحل محل حارس المرمى بشرط ان يكون العدد الاجمالي للاعبين المتاحين 11 لاعبا على الاقل.
وسيتم اعتبار الفريق الذي لا يتوفر به 11 لاعبا على الاقل خاسرا للمباراه 2-0، وفي حالات استثنائيه تتخذ اللجنه المنظمه لبطوله امم افريقيا القرار المناسب. وده اللي هيحصل بكره. دانييل بادوفاني مدرب فريق جزر القمر قال ما تقلقوش، اي نعم ظرف صعب، لكن انا اخترت اللاعب بتاعي اللي هيلعب بكره حارس مرمى ولم يفصح عن اسم هذا الحارس او اسم هذا اللاعب الذي سيصبح حارسا للمرمى. ظهرت في النسخه الحاليه في البطوله منتخب كوت ديفوار، كان لعب اخر دقيقة لكوت ديفوار قدام سيراليون كحارس مرمى بعد اصابه علي سانجاري في اثناء الخطا الشهير اللي كان وقع فيه، الحارس وقع في هذا الخطا واتصاب وقت اللقطه دي، فسيرجي اوريه الظهير الايمن لكوت ديفوار لعب حارس مرمى، لكن دول دقيقتين في دور مجموعات وضع قاسي، وطبعا كان بسبب نفاذ التبديلات واضح يعني، لكن انت عندك 90 دقيقه في دور اقصائي قدام صاحب الارض اقوى خط هجوم هتلعب بكره قدامه بلاعب يقف حارس مرمى. قصه مثيره بتزيد من قوه هذه المباراه او من اثارتها على اي حال. هل تواصل جزر القمر مفاجاتها وتتأهل عن هذه البطولة من الدور ده للدور اللي بعده قدام الكاميرون بحارس مرمى هو أساسا لاعب كرة لاعب أوتفيلد يعني؟ هنشوف إيه اللي هيحصل، لكن الحالة دي شفناها كتير مش بس في البطولة، شفناها قبل كده كانت من الممكن أن تحدث. أبرز واقعة في العقدين الأخيرين كان شادي محمد لما وقف حارس مرمى للأهلي قدام المقاولين العرب في بطولة كاس مصر في النهائي واستقبل هدفا توج به المقاولون العرب في النهاية بطلا ل البطولة. لكن في مصر مؤخرا من ثلاث سنين تقريبا في 2019 كان رمضان صبحي وقت ما محمد الشناوي اتصاب وشريف إكرامي كان مصاب وعلي لطفي كان هو الحارس الوحيد المتاح في القائمة الأفريقية في عهد مارتن يول، كان الأهلي بيلعب ماتش قدام شبيبة الثورة الجزائري، فرمضان صبحي مارتن يول اختاره وقعد يمرنه، كان لاسارتي قعد يدربه وقعد ثلاث ايام وما وقفش في الاخر، وقف علي لطفي، لكن رمضان صبحي كان ساعتها قالوا انه ده الحارس المنتظر او المحتمل في هذه البطوله وشفناه بالجوانتيات بتاعته وقلنا ادي حارس مرمى جديد قد نراه في الملاعب، لكن هو ما ظهرش. لكن اي حد على اي حال بيبقى مجهز حاجات زي دي وبنشوفها في التدريبات كمان احيانا للفرق المختلفه بتجهز لاحتمالات، يعني انت بتفكر في كل التفاصيل ودي تفصيله انت لازم تعمل حسابها في يوم من الايام. طيب بعيدا عن البطوله الافريقيه اللي هنتكلم عن تفاصيلها كمان شويه تفاصيل اخرى ليها ان شاء الله، ففي الكره المصريه وتحديدا في الاهلي وفي الزمالك عندنا قصص. في الزمالك تمت رسميا، مصطفى فتحي بينتقل من الزمالك الى التعاون السعودي بعقد يمتد للسته اشهر المقبله ومعهم ثلاثه مواسم اخرى. اللاعب الجناح اللي انضم لمنتخب مصر في بطولة كأس العرب ولم ينضم إلى قائمة المنتخب في أمم إفريقيا كان قد أصر على الانضمام إلى التعاون ووافق الزمالك وأعلن أن ده بناء على رغبة اللاعب، واللاعب قال آه ده بناء على رغبتي. توقفت شوية القصة بسبب الاختلاف على طريقة دفع المليون دولار اللي هينضم بيها من الفريق المصري إلى الفريق السعودي، لكن النهاردة وتحديدا من ساعتين تم توقيع العقود بين الناديين لينضم اللاعب مصطفى فتحي إلى التعاون السعودي بعد 4 سنوات من أنه كان انضم إلى الفريق نفسه لمدة 6 أشهر في فترة كانت فيها يعني زحمة مصريين في السعودية. النادي نفسه كان ساعتها إلى جانب مصطفى فتحي موجود في عصام الحضري وعماد متعب لاعبي مصر السابقين. انضمام مصطفى فتحي هو صفقة اختار فيها الزمالك انه ياخد فلوس كاش يحل بيها العجز المادي والعقود غير المدفوعة لأشهر سابقة للاعيبة الفريق، أكتر منها من الناحية الفنية لأنه في الآخر مصطفى فتحي حتى لو ما كانش قدم أفضل مستوياته مع الفريق بعد عودته من سموحة فهو في الآخر خيار ممكن تستخدمه، والآن أنت بتستغنى عنه وتكمل طبعا الموسم بدون صفقات بالنظر لأن الزمالك بيقضي الفترة الثانية والأخيرة موقوفا عن القيد. طيب بعيدا عن الزمالك ففي الأهلي
او هقول لكم عن الزمالك كمان شويه اخبار تانيه، لكن في الاهلي في قصه موسيماني من جهه والاهلي، وفي قصه كيف يفكر موسيماني في الايام اللي جايه بخصوص كاس العالم للانديه. هو بيشعر بخطر هجومي في الايام المقبله. الخطر ده انه اغلب الخيارات الهجوميه حاليا غير متاحه. يعني لما تتكلم على صلاح محسن بيتم تجهيزه للمونديال، يتصاب امبارح باعلان رسمي من 6 ل 8 اسابيع، حسام حسن نفس القصه اصابه طويله، محمد شريف قاعد دكه في المنتخب ما بيلعبش بقاله كتير، فموسيماني في ورطه وفكر جديا في البديل من الان لكنه قلق. قصه قلق موسيماني من الخيارات الهجوميه في كاس العالم للانديه اللي هينطلق الشهر المقبل كالتالي. الكلام على اولا مصطفى على صلاح محسن وعلى محمد شريف وغيرهم. اولا انه تاكد غياب صلاح محسن بعد اصابته في مشط وجه القدم، وخضع لتدخل او سيخضع لتدخل جراحي يحتاج لشهرين تقريبا من اجل العوده مره اخرى، فخرج من المونديال، خضع بالفعل للجراحه. حسام حسن خرج من حسابات الجهاز الفني بعد اصابته بشد في السمانه ويحتاج لاسبوعين من اجل العوده. محمود كهربا كان قد رحل الى هاتاي سبور التركي، كان احد الخيارات اللي ممكن يتم توظيفها في مركز راس الحربه، لكن باختيارات المدير الفني الجنوب افريقي رحل اللاعب معارا ولعب النهارده اول ماتش اساسي مع فريقه. محمد شريف موقفه بحسب مصدر مقرب من موسيماني هو الان ليه؟ لانه اللاعب في منتخب مصر لسه بيلعب مع المنتخب، فاساسا استمرار البطولتين في نفس التوقيت مع احتماليه تقدم مصر في البطوله الى الدور قبل النهائي او النهائي هيخلي اللاعب احتمال ما يشاركش، ولو شارك ساعتها هيكون خايف من تراجع مستواه. نفس القصة بالنسبة لبيرسي تاو العائد من راحة طويلة وتوابع الإصابة بكورونا. وبناء عليه أحمد سيد غريب اللاعب اللي انت شفته في الثلاث ماتشات اللي فاتوا للأهلي في بطولة كأس الرابطة حاليا يبدو أحد الحلول اللي بيفكر فيها موسيماني، ولكنه لا يبدو حلا مقنعا بنسبة 100% بسبب قلة خبرات اللاعب مقارنة ببطولة كبيرة مثل مونديال الأندية. فموسيماني يشعر بقلق بخصوص خط هجومه، بينما يشعر موسيماني بقلق بخصوص خط الهجوم فالأهلي يشعر بقلق بخصوص موسيماني. قلت لكم امبارح انه بالفعل بدأت منذ فترة دراسة السير الذاتية تحسبا لرحيل موسيماني في اي وقت، بالنظر لانه لو جاله عرض كبير مش صعبة انه يدفع الشرط الجزائي المقدر بثلاثة اشهر طبقا للعقد الموجود ويمشي، بالنظر لانه التفاوض معاه بخصوص العقد الجديد لم يتم، وده من جانب الاهلي. الاهلي هو اللي مبطأ عملية التجديد بسبب تعثر التفاوض مع الرجل بشؤون بعض البنود قلت لكم عليها امبارح. من امبارح لوحده تم تنقية السير الذاتية السابقة الموجودة، وتم استخراج 5 سير ذاتية لمديرين فنيين في حالة رحيل بيتسو موسيماني عن الأهلي، وكلهم من الأجانب. والأهلي بيفكر إنه إذا رحل موسيماني سواء في الفترة اللي جاية قبل نهاية عقده في شهر 9 أو بعد الاتفاق على عدم التجديد ربما سيتم الاستعانة بالسير الذاتية اللي بدأت دراستها في هذه المرحلة بالفعل بالنسبة للأهلي على مستوى خلافة محتملة لبيتسو موسيماني في الأشهر القليلة المقبلة. ده فيما يخص الكرة المحلية اللي فيها تفاصيل كتيرة جدا بعد شوية هنقولها لحضراتكم، لكن أفكركم إن النهاردة هينورني فقرتين من الضيوف فيهم 3 ضيوف. الفقرة الأولى هينورني اللاعبين المرتبطين اسما وعبر سنوات عمرهم في الملاعب، لكن غير الشقيقين بل غير الإخوات، عمرو طارق وكريم طارق لاعبا الجونة اللي رحلة طويلة جدا يبقوا مع بعض، فده يسافر وده يكمل، ده ينتقل، ده يروح طلاع الجيش وده يرجع، ده يتفاوض ويسافر أمريكا ويرجعوا مرة تانية يلعبوا في الجونة. علاقة من العلاقات الرائعة داخل أرض الملعب، ولكن هي بين اتنين الناس بتتوقع كل شوية ان هما اخوات، لكن في الواقع هما مش اخوات، هما اكتر على ما يبدو من كونهما اخوات. هينوروني النهاردة في الفقرة المقبلة بعد فقرة الاخبار.
وبعدهما هينورني موهبة من المواهب الرياضية المحتملة في السنوات المقبلة، هو اللاعب محمد عمرو، لاعب نادي زد مواليد 2006، اللي جاي له عقود وعروض للتفاوض بالنسبة لنادي زد ما بين الإمارات ما بين تركيا حتى في الأيام الماضية. هنتكلم معاه عن إمكانياته وعن طموحاته، فربنا يوفقه بإذن الله زيه وزي أي لاعب ناشئ في الكرة المصرية، كله في النهاية بيخدم الكرة ككل. بعد الفاصل معنا أخبار مهمة في الماتش، خليكم موجودين معنا بعد الفاصل. قول هارد لك. طبعا في الاول وفي الاخر هي دي بطوله، مش هنقول ان هي بطوله وديه، هي بطوله تجريبيه بنجهز فيها اللعيبه، بنجهز فيها كل حاجه. من حق لجنه الحكام زي ما الانديه بالظبط بتجهز لاعبيها وبتجهز الناشئين بتوعها، من حق لجنه الحكام ان هي برضو تكتشف حكام جدد وتكتشف ناس يعني يقدروا يعتمدوا عليها الفتره اللي جايه. مش هلوم عليهم، يعني انا مش هلوم على لجنه الحكام ولا هلوم على حد، لكن انا بقول هي مباراه وعدت وبنركز في اللي جاي ان شاء الله. هارد لك النهارده، 3 بونت في مجموعه، كنا نتمنى ان احنا الماتش يطلع افضل من كده واحسن من كده، بس انا كنت الحقيقه كنت اتمنى ان الخساره توقف عند الثلاثه بونت، لكن الحقيقه يعني انا بعذر الحكم وبعذر اللجنه زي ما قلت لك اللي هم بيعملوه، لكن انا النهارده برضو مين هيعذرني ان انا النهارده حتى داخل الماتش اللي جاي وانا خسران لعيبه بعيدا عن خساره النقط اللي انا خسرتها. لكن في الاول وفي الاخر زي ما بقول لك هي بطوله مهمه جدا، وبطوله بنشكر كل القائمين عليها وبنشكر رابطه الانديه ان هي عملت بطوله زي دي تخلينا في فتره التوقف دي نجهز اللعيبه ونبقى افضل ان شاء الله باذن الله في المرحله اللي جايه في الدوري الممتاز ان شاء الله. اكيد طبعا اي لعيب كبير بيبقى متضايق جدا، خصوصا بقيمه محمد ابراهيم، وعندنا ماتش اللي جاي ماتش مهم جدا، ماتش مع الزمالك ايا كان، هو اكيد بيمثله الماتش ده بيمثله اهميه خاصه يعني. لكن هو الحقيقه كمان زعله نابع عن ان هو حاسس ان ما كانش يستاهل الطرد، واحنا الحقيقه كنا شايفين برضو كده، لكن هنعمل ايه يعني، هو ده قدرنا يعني. شواطئ في العالم، سميرالدا باي في اس بي، سيدي حنيش بالساحل الشمالي، اكتشاف احدى مشاريع كليوباترا هوتيلز اند ديفلوبمنتس. كل نجاح وليه قصه، بس دي مش مجرد قصه نجاح، دي حكايه طويله بتتحكي من سنين ولسه مكمله. الحكايه مش حكايه كم ارض اتبنت ولا كم مبنى اتجهزوا، دي حكاية ناس من أول خطوة كانوا واثقين في نجاح، حكاية أبطال ما بتنامش عشان تنتج أكتر من 200 ألف متر مربع سيراميك. حكايتنا هي حكاية كل ركن في مصر، كل بيت، مدرسة، جامعة، حكاية ناس ذاكرت واشتغلت، حكاية ناس غيروا مفهوم تصنيع السيراميك في مصر عشان تقدم لك أكتر من 1,000,000 تصميم بتكنولوجيا تصنيع بمعايير عالمية. سيراميكا كليوباترا، حكاية كل ركن في مصر. يمكنك الآن مشاهدة صدى البلد، صدى البلد 2 وصدى البلد دراما من الولايات المتحدة وكندا على جهاز استقبال US نايل أو تليفونك المحمول أو سمارت تي في. لمزيد من المعلومات اتصل على الأرقام التالية أو زوروا usnile.tv. من كل معبد ومن قدام كل تمثال ومثلث، تاريخ شاهد على عظمة أرضنا. صدى البلد لكل أهل البلد.
اهلا بحضراتكم مره تانية في الماتش. من اسابيع قليله اللاعب ولتر بواليا لاعب او مهاجم النادي الاهلي اللي كان معارا الى مالاتيا سبور التركي بعد رحله استمرت لشهرين لثلاث اشهر فقط في هذا الفريق معارا تم فسخ التعاقد بعد مباريات لعبها تقريبا وصلت الى 9 مباريات لم يهز فيها الشباك والان عاد من جديد على ذمه النادي الاهلي عشان تبقى قدامه عدد من العروض في الكره المصريه وربما عروض احتراف خارجيه فالكلام عمال يكتر على حسم مصيره في الايام المقبله بالنظر لان الاهلي لا ينوي انه يثبته مع الفريق ربما حاليا. معنا على التليفون لاعب الاهلي العائد من جديد ولتر بواليا. ولتر وي ار فيري هابي هافينج يو ات الماتش بروجرام. ثانك يو ثانك يو فيري ماتش. ويلكم باك. ار يو ان ايجيبت ناو؟ سوري. ويلكم باك. ار يو ان ايجيبت ناو؟ No, thank you. No, I'm not yet in Egypt. I'm still in Congo. Ah, okay. Now you are officially again back at Al Ahli. Can you tell me what happened during the last period to come back? Yes, I'm still a player of Ali, as you said. Then I went to Turkey, but they didn't accept the. The contract, that was I break it and come back. And you are back to Al Ahli again? Yes, because I'm still a player for Al Ahli. Yes. اوكي ليت مي ترانسليت. انا سالته في الاول يعني الحمد لله على السلامه رجعت قال لي هو في الكونغو دلوقتي فسالته قلت له ايه انت خلاص دلوقتي في الاهلي ايه اللي حصل؟ قال ان هو كان نفسه ان هو يكمل لكن في الاخر فسخ التعاقد وعاد من جديد انا دلوقتي في الاهلي. اوكي ولتر reports are saying today and yesterday that some other Egyptian teams from the Premier League are looking forward to sign a new contract with you through Al Ahli. Can you confirm the clubs who are trying to get your contract? There's many clubs, it's not just in Egypt. There's a lot of clubs, many clubs they have some, but it's not just in Egypt. And sorry, I can't mention any club now. Okay, but not only in Egypt. Not only in Egypt. And did you decide to play in Egypt or to play outside? Whether in Egypt or outside, I don't have any problem. I'm sure see where I can go and where I can. Sorry, can you repeat again? I said whether. Ah, yes, whether. Egypt or, yes. Okay, Egypt perfect. Outside Egypt, there's no any problem. Okay, perfect. Everywhere. Okay, everybody is waiting for the machine goal scoring of Ulter Bualia, and maybe we were waiting for Malatya Spor to be your destination to score goals. I think the next destination is very important for you. Yes, now the next destination is very important for me and for my career. Mm. That's why I take time to get this decision. Mm. So that tomorrow you can say something else. Tomorrow? No, I said. In the future, you mean? The next step, yes. In the future. What are your criteria within choosing between the offers you will have in the next days, Bualia? There's a lot of characteristics. So you need to see the good team. Mm-hmm. Need to see how they work and how the players in the team so that you can make something good. You can't just choose a team like this, then to put all the things on my head, then can fail to make that sound. At least if I check the team, if I see, of course, everyone looking for. Checking for the budget and everything. Yes. But the most important also is the club, how they are doing and how the situation of the club is like. Okay, let me translate before the last question.
سألته على العروض اللي جاية له، هل من مصر؟ يعني سمعنا عن عروض كتيرة جاية له الأيام اللي فاتت ما بين البنك الأهلي وأندية أخرى في الدوري المصري، فقال إنه هو مش بس جاية له عروض من مصر لكن كمان جاية له عروض من بره مصر، فهو لسه بيحدد ومش هيعرف يقول كمان أسماء الأندية المصرية اللي بتتفاوض معاه. قلت له أنت مقرر إيه، مصر ولا بره؟ فقال إنه ده أو ده مش فارق، لكن ما عرفش إيه اللي هيحصل في المستقبل، لسه ما حددتش قراري. قلت له طيب انت بالنسبه لك ايه المعايير اللي ممكن تبقى عايزها في الفريق اللي هتنضم ليه، بالنظر لانه القصه اللي جايه او الخطوه اللي جايه بعد ما في الاهلي ما سجلش كتير ومع مالاتيا سبور ما سجلش كتير، قال هي خطوه مهمه جدا في كاريري بعد الفتره اللي فاتت، فمحتاج ان انا اركز فيها، خطوه مهمه لكن على مستوى الاختيارات بتاعته في الفترة اللي جاية هو طبعا الميزانية بتاعت النادي والثبات يعني فيها، إلى جانب النقطة الأهم هي أن النادي يكون بيساعده على تقديم مستوى جيد، دي النقطة الأهم. One last question بواليا، الأهلي are suffering right now in the attacking position because some players are with the Egyptian national team, some players are injured by maybe corona, others by some muscles injuries. Do you think it's possible for you to stay at Al-Ahli? I think there's no possibility because the space of foreigners are limited already. Yes, yes. Inshallah, we are wishing you all the best and good luck in your next step, inshallah. Thank you, inshallah. Thank you, Boalia. سألته في النهاية هل تفتكر مع المشاكل الهجومية اللي عند الأهلي سواء لعيبة مع المنتخب أو لعيبة مصابين اصابات عضليه او كورونا ممكن تستمر مع الاهلي في يناير، فقال لي ان اعتقد ان ده مش متاح بسبب عدد اللاعبين الاجانب الموجودين والمستمرين مع الاهلي في هذه المرحله. طيب ده كان كلامنا مع ولتر بواليا لاعب العائد من الاعاره المفسوخه الى النادي الاهلي من جديد، لكن انتظارا لانتقال اخر يتم في الايام المقبله. طيب بعيدا عن القصه دي، فالنهارده رئيس نادي الزمالك الاستاذ مرتضى منصور اعلن انه تلقى دعوه من رئيس الاتحاد الافريقي لكره القدم باتريس موتسيبي لحضور نهائي بطوله امم افريقيا في الكاميرون. النهائي ده هيكون يوم 6 فبراير لكن انتخابات الزمالك يوم 11 بعدها بخمسه ايام، وده من وجهه نظري اعتقد انه قد يصعب من حضور رئيس نادي الزمالك الى المباراه النهائيه. بعدها بحوالي ساعتين او ثلاث رئيس النادي الاهلي الكابتن محمود الخطيب اعلن تلقيه دعوه من نفس الجهه برئاسه باتريس موتسيبي لحضور المباراه النهائيه في البطوله، بغض النظر طبعا عن طرفيها سواء كان مصر طرف فيها ان شاء الله او لا لا قدر الله، لكن ده اللي اعلنه النادي الاهلي. وجاء بعد كده ان الاهلي اعلن انه سوف يقوم السيد موسينجو اومبا الامين العام للاتحاد الافريقي بالتواصل مع الاداره المختصه لتوضيح كافه الامور الخاصه بدعوتكم، مع تحياتي باتريس موتسيبي. طيب خليني اروح من جديد الى الزمالك. النهارده كان في مباراه وديه جمعت ما بين الزمالك والمريخ السوداني، وكانت بحضور باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق، لكن مش كمدير فني للفريق لانه كان بيتابع المباراه وترك المهمه لحسين ياسر المحمدي نجم الزمالك السابق لمتابعه المباراه اللي انتهت بفوز الزمالك بهدفين مقابل هدف واحد. ودي كانت مباراه وديه لعبها الزمالك النهارده وكنوع من العقاب على المستوى اللي ظهر بيه بنتائج سلبيه في بطوله كاس الرابطه في الثلاث لقاءات اللي جمعوا او لعبهم الزمالك. الفريق النهارده كان محمد طارق حارس مرمى، محمد حمدي، احمد زكي، محمد حسام بيسو في الدفاع، طارق علاء، ماجد هاني، سيف جعفر، يوسف اسامه، سيد عبد الله نيمار، حسام اشرف، فكانت تشكيله من اللاعبين الشباب. وفي الشوط الثاني كمان عملوا تغييرات الزمالك، سبع تغييرات برضو كلهم من الشباب شاركوا وفاز الزمالك بهدفين مقابل هدف واحد. نيمار كان سجل الثاني ويوسف اسامه كان سجل الاول واجستن اوتو كان سجل هدف الفريق السوداني. طيب معنا على التليفون الكابتن هشام بن عمران عضو اتحاد الكرة التونسي ورئيس لجنة المنتخبات ورئيس بعثة تونس في الكاميرون. كابتن هشام اهلا بيك، مليون مبروك التأهل الى الدور ربع النهائي. شكرا جزيلا، اهلا بيك وأهلا بالمشاهدين الكرام. شكرا على
المبروك بتاعكم قدره فرحه كبيره في في الشارع التونسي وهنا في البعثه الزاده بتاعنا اللي موجوده هنا في قروه معناتها مقابله بالرغم الصعوبات بالرغم معناتها الغيابات بالرغم برشا مشاكل الحمد لله يا ربي ربي وفقنا وان شاء الله ان شاء الله نواصلوا على هذا المنوال ونوصلوا للبعيد ان شاء الله في الدوره هذه ان شاء الله. مباراه كانت عصيبه قدام فريق زي منتخب نيجيريا كان ارسل رسائل تحذير لكل المنافسين حتى ان التوقعات ربما قبل المباراه ما كانتش كلها بتصب في صالح المنتخب التونسي فكيف تابعت المباراه النهارده كابتن هشام؟ اول في مباراه كره قدم على 90 دقيقه عمره ما كان فما نتيجه مسبقه نحن نعرفوا اللي فما حقيقه الميدان فما معناتها شنو مستوى الفريق يهبط للميدان شنو الاداء اللي يعطيه للاداء نتاع اللاعبين معناتها كانوا في نهار كبير اليوم حتى هو مقابله مباراه طيبه وطيبه جدا ضد فريق نيجيري عنيد وكبير هذا كله يرجع للتحضيرات وبالرغم المشاكل وبالرغم العواقب اللي صارت لنا والنقائص تاع اللاعبين عندنا ثقه في المجموعه الكل المجموعه نتاع 28 لاعب موجودين هنا الكل مؤهلين باش يقوموا بالمباريات مهما كانت النوع نتاعهم مهما كانت الصعوبه نتاعهم. يمكن الظروف كلها كانت صعبه يعني بدايه من مباراه مالي سواء على مستوى المستوى او على مستوى القرار التحكيمي الصعب جدا اللي حصل بالغاء او انهاء المباراه قبل وقتها وانتهاء بالتاهل بثلاث نقاط بالخسارة المفاجئة في آخر جولة فإلى جانب طبعا الإصابات بفيروس كورونا إزاي تعاملتم مع المرحلة السابقة لمواجهة نيجيريا كابتن هشام؟ والله من كانت من الأول معناتها كنا عن صعوبات اللي جاتنا في المقابلة الأولى في المشكل مع الحكم ومن بعد إصابات كورونا عدينا تجاوزنا زاد مقابلة موريتانيا بنجاح من بعد زاد كيف أفراد اللاعب عنده كورونا فخدنا المقابلة مع كامبيا بقى في الأضرار وفي الأخر معناتها ما نجمناش على الثلاث نقاط كلهم معناتها تو احنا فيه قاعدين نواصلوا بعد المقابلة هذه تم تحفيز في الإطار الموجود الإطار الفني والإداري والطبي معناتها قاعدين نخدموا في عمل كبير إن شاء الله نواصلوا المسيرة نتاعنا ونمشيوا لبعيد ان شاء الله في الشامبيون هذا بتاع افريقيا ان شاء الله. يعني حالات المصابين بكورونا حالاتهم الصحيه ايه؟ هل في اي قلق من جانبكم؟ والله ماهوش معناتها حالات صحيه نتاعهم ما كانتش معناتها متعفنه كانت حاله عاديه معناتها يعبروا عليه بالاسمبتوماتيك ما عندهمش اعراض اما تبقينا فما المخبر هذا بتاع تاع الكوب دافريك هذايا المخبر يخرج ديما اقل معناتها فما اقل درجه نتاع كوفيد يخرجها معناتها تحصل في التيست ولذا معناتها تعاملنا مع الامور هذايا بروح رياضيه تنجم تقول الله غالب معناتها جات الكوفيد احنا تو تجاوزنا الموضوع هذا ان شاء الله قلت ربي يتعافاه واحنا تعافاه ثلاثه ملاعبيه ديجا وتوا مازالوا يتعافوا عندنا مازالوا سته ولا سبعه لعيبه نعم. اخرين منهم سي علي معلول اللي ماذا بينا نرجعوه ويرجع المكانه بتاعه. امبارح كانت خرجت تقارير ان علي معلول قد تعافى من الفيروس، هل ده كان خبر صحيح؟ هو لم يظهر النهارده في المباراه لكن هل تعافى بالفعل؟ لا هو متعافى ما عندوش اعراض ما عندوش معناتها كما قلت لك بيعبر عليه بالفرنسيه اسمبتوماتيك ما عندوش اعراض تاع فيروس كورونا لكن نتيجه التحليل ايجابيه؟ التحليل من المخبر هذا الاجنبي اللي متعاقد مع الكوب دافريك هذا يخرج معناتها نفسر لك انا مانيش طبيب ما نعرف اللي يخرج لك مهما كانت درجه الخطوره بتاعه ينجم يكون الفيروس كوفيد فابل ويخرج لك راهو عنده الكوفيد وينجم يكون معناتها فيروس فور عندهم هكاك عندهم مقاييس والله ما نجمش نفسرها لك بالكدا اما المخبر هذايا
معناتها حازم ياسر. هل تقلق او تلمح الى امكانيه وجود تلاعب في التحاليل؟ والله ما نجمش نقول انا من انا ديما من واحد يقرا معناتها لحسن النيه، ما نحبوش ندخلوا في التلاعب والمشاكل هذه. بقينا احنا امتثلنا، قالوا راه عنده كوفيد يا خويا ما يسالش، نهار اللي يرجع ان شاء الله يتعافى، نهار اللي يخرج التست تاعو نيجاتيف وحاول لا يرجع لسلف النشاط نتاعو مع المجموعه اللي موجوده غادي. اخيرا او قبل السؤال الاخير، يعني المباراه المقبله امام بوركينا فاسو، خاضوا مواجهه طويله ماراثونيه اليوم انتهت بركلات الترجيح امام منتخب الجابون، هل ترى ان طول مده المباراه والمجهود البدني الوفير اللي تم فيها للمنتخب البوركينابي قد يصب في مصلحه تونس في المواجهه المقبله؟ والله معناتها الفريق التونسي توا احنا ما زلنا فرحانين بالمقابله هذه بالترشح هذايا، غدوه معناتها بحول الله ينكب الاطار الفني واللعيبه معناتها المجموعه اللي موجوده اللي تحيط بالفريق ويدرسوا الفريق ويشوفوا، واحنا نحترموا الفرق الكل كما بوركينا فاسو كما نيجيريا كما اللي جاي القدام نحترموهم، وفي افريقيا ما عادش فما مستوى بعيد على بعضه، راك تشوفوا معناتها جزر القبور تعدات برشا معناتها فرق معناتها من المتوسط بالحجم نقولوا ولات تنافس في اعلى مراتب. نتصور اللي مع بوركينا فاسو حضروا لك كما ينبغي وان شاء الله قدام في كاس افريقيا النهائي. المسحه المقبله هتكون امتى، سواء على معلول او باقي اللاعبين؟ هل قبل المباراه المقبله ولا في الايام القليله الجايه؟ بالنسبه للاعيبه كل يوم يصير كل يوم اختبار الكاف تعمل اختبار حتى كل 48 ساعه يعملوا اختبار، نعم في الاختبار نتاعو اللي ينضم للمجموعه تمام مباشره. تمام. يعني بكره ممكن تتحول عينات بعض اللاعبين المصابين الى سلبيه فينضمون الى التدريبات. بالضبط. هو اليوم اهلنا ثلاثه لاعيبه. أيوة. اللي هما خلفي وعصام الشبالي وديلان برون، معناتها ثلاثه اليوم الاختبار نتاعهم جاء سلبي. نعم. وجبناهم وعملنا لهم الملف نتاعهم ودار اسمه عصام الجبالي والخزري دخلوا في اخر مباراه. مظبوط. مبروك مره ثانيه كابتن هشام، وبالتوفيق فيما تبقى من اللقاءات. المواجهه المقبله هتجمع ما بين تونس وبوركينا فاسو يوم السبت اللي جاي في بدايه مباريات الدور ربع النهائي من هذه البطوله. معلول لسه حالته كويسه جدا لكن لسه العينه كانت ايجابيه فلم يشارك في لقاء اليوم، وبكره مسحه جديده للاعبي المنتخب. في حال التحول اي عينه من ايجابيه الى سلبيه ينضم الى تدريبات الفريق المتاهل الى الدور ربع النهائي. كاس العالم للانديه ينطلق باذن الله في الايام القليله المقبله في الامارات. مونتيري في اخر مباراه لهذه او قبل هذه البطوله كان في الدوري المكسيكي، نجح في خطف تعادل امام فريق كروز ازول بنتيجه 2-2، كانوا متاخرين لغايه الدقيقه 90 2-0 فسجلوا هدفين في اخر دقيقتين وتعادلوا. طبعا الفريق ده بيقوده مستر خافير اجيري المدير الفني السابق لمنتخب مصر، ودي اخر مباراه للفريق قبل السفر الى الامارات. بمناسبه كاس العالم للانديه، فوليد سليمان شعر بتلميح من بيتسو موسيماني انه لن يتواجد للسنه الثانيه على التوالي في قائمه الفريق المشاركه في كاس العالم للانديه، وده عمل له حاله حزن باعتبار ان هو بيتمرن ورجع للتدريبات بقاله فتره، فشايف انه ده قد يكون اخر مونديال انديه يكون متاح لي فرصه في المشاركه، فهو عبر عن انه حزين من ده وقال انه ساعتها مش هيبقى مضطر انه يسافر، فهو نفسه انه يكون في القائمه، لكن ما وصل الى اللاعب بتلميحات من موسيماني انه لن يكون متواجدا، ده حتى الان بالنظر لاي احتمالات قائمه في الايام اللي جايه قد يشارك فيها وليد سليمان ضمن قائمه الاهلي المشاركه في مونديال الانديه باذن الله. طيب في سياق اخر، على مستوى انتخابات نادي الزمالك، المرشح على رئاسة نادي الزمالك أو منصب الرئيس الكابتن أحمد سليمان أصدر بيانا النهاردة من خلاله ومن خلال قائمته، قال
نحن نتطلع لزمالك يليق بتاريخ نادينا العريق الذي قدم رموزا كثيرة في كل الألعاب المختلفة وشخصيات عامة زملكاوية الأصل والسلوك الحميد. لا ننكر ولا أنكر الضرر الذي أثر على نادينا في السنوات الأخيرة. نحن نتفق على زمالك له كلمة مسموعة، وسوف تكون انتخابات نادينا مثلا يحتذى به، ولا تصدقوا المندسين الذين يرغبون في تشويه زمالك الفن والهندسة للتعطيل العملية الانتخابية. أخذنا عهودا كقائمة أن يحصل كل عضو على حقه الانتخابي دون إقصاء، ولن يكون لأصحاب الصوت العالي والضجيج الفج مكانا أو مكان عفوا في زمالك المستقبل. نحن نملك حلولا قاطعة لأزمات الزمالك وبرنامجا طموحا، ولن نسمح أن تأتي سيرة الزمالك في الإعلام بسوء، ولن نسمح لأحد بتشويه تاريخ نادينا العظيم الذي قدم إدارات ناجحة. طب بالمناسبة أقول لكم قائمة الكابتن أحمد سليمان هي قائمة معلنة بتضمه وبتضم إلى جانبه نائبا للرئيس هشام نصر، وعلى مقعد أمين الصندوق هاني شكري، على مقعد العضوية عبدالله جورج ومصطفى عبد الخالق ومصطفى سيف العماري ومصطفى بدوي والحسيني سمير، وتحت السن محمد طارق وسامح سني الخوانكي. دي قائمة الكابتن أحمد سليمان في انتخابات الزمالك، بيرد فيها ربما على بعض الأمور زي أنه في احتمالات لعدم إقامة الانتخابات، فبيرد بأنه لا هتتعمل فما تسمعوش الكلام ده، علشان ده ممكن يبقى فيه محاولة تعطيل جمع الأصوات. بيتكلم على أنه لا مكان لأصحاب الضجيج، ربما بيتكلم عن منافسي، بيتكلم على أنه الزمالك لن يمسه الإعلام بسوء. دي بس أنا بختلف، لأنه الحقيقة أن الإعلام أحيانا ممكن يكون في تجاوزات، لكن في النهاية مشاكل نادي الزمالك هي بتكون نابعة من نادي الزمالك وتظهر بالتبعية للإعلام. وفي النهاية بيتكلم على أن كل عضو هيكون لدوره، برضو ده ربما ردا على خلافات سابقة حدثت لفائزين في الانتخابات ولم ينجحوا في التواجد في مجلس الإدارة على مستوى العملي، يعني كسبوا على الورق بالانتخابات وتصويت وما عرفوش يدخلوا مجلس الإدارة بسبب خلافات مع رئيس نادي الزمالك وقتها. طيب خليني اقول لكم انه على مستوى الكره العالميه او محليا سريعا جدا، احمد الشيخ لاعب المصري بورسعيدي بعد الاصابه في المباراه السابقه امام بيراميدز بيغيب لمده شهر بحسب الاشعه، لانه اصابته بجزع في الرباط الخارجي للركبه. بيراميدز النهارده كرم اللاعب سيف سلامه حارس مرمى فريق ذوي الساق الواحده في لفته من اللفتات الايجابيه، والحقيقه بيراميدز هو النادي الابرز على مستوى دعم فرق أصحاب الساق الواحدة، وطبعا ده بعد المشاركة في بطولة كأس الأمم الإفريقية اللي اتلعبت في العاصمة التنزانية دار السلام. محمد الشامي هيغيب عن الإسماعيلي 3 أسابيع بسبب إصابة في العضلة الخلفية، من الإصابات المؤثرة باعتباره من اللاعبين الأساسيين دائما في فريق الإسماعيلي في الأشهر الماضية. سيراميكا كليوباترا ضم النهاردة لاعب اسمه محمد محمود، شهرته الغزال، مركزه في مركز ظهير الايسر، واحيانا بيلعب كمان كهاف ليفت، وده قادما من الترسانه لمده 6 أشهر بنيه البيع. عالميا النهارده احمد حسن كوكا وصل لرقم 100 على مستوى الاهداف الاوروبيه في مسيره طويله ما بين انديه يونانيه وبرتغاليه في مسيرته الاحترافيه، ده بعد ما سجل هدف كونيا سبور على فريق التاي اللي بيلعب فيه طبعا احمد ياسر ريان. اهداف احمد حسن كوكا المئوي مع سبورتنج براغا البرتغالي 25 هدفا، مع ريو افي البرتغالي 32 هدفا، مع اولمبياكوس اليوناني 38 هدفا، مع كونيا سبور حاليا مسجل 5 في 17 مباراه، في خلال 318 مباراه في اوروبا سجل 100 هدف، توج باربع بطولات، 3 مع اولمبياكوس ولقب مع سبورتنج براغا. مبروك لكوكا، مسيرة جيدة جدا، ربنا يوفقه إن شاء الله. كهربا شارك أساسيا لمدة شوط في مباراة فريقه النهاردة هاتاي مع ويزا سبور، مباراة انتهت بالتعادل السلبي. أما في إنجلترا فليفربول استغل تعثر مانشستر سيتي بالأمس ونجح في تحقيق فوز مثير بعد شوط أول رائع على كريستال بالاس، سجلوا فيه هدفين. الشوط الثاني كريستال بالاس تحت قيادة فييرا عمل شوط حلو قوي، سجلوا هدفا وكانوا قريبين من الثاني، لكن ضربة جزاء جدلية جدا لديوجو جوتا بعد الفار اتحسبت فقضت على المباراة بثلاثية مقابل هدف واحد. كان امبارح سيتي تعادل مع ساوثهامبتون بهدف لكل فريق. في انجلترا النهاردة برضو كانت قمة من القمم جمعت ما بين
اللندنيين تشيلسي وتوتنهام هوتسبير وانتهت بفوز تشيلسي بنتيجه 2 دون مقابل. حكيم زياش جاب حته جول، هودسون اودوي من ناحيه الشمال كان عامل شوط اول وحش قوي محبط جدا ليا الحقيقه، فقلبت بقى بكمل ماتش اللي جابونه بوركينا، لقيت الناس بتتكلم على هدف عالمي لحكيم زياش من صناعه اودوي، قلت هو ايه ده القصه؟ الاثنين اللي ما عجبونيش الشوط الاول ايه القصه؟ اودوي بقى ترقيصه من الشمال تك 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 راح مبصيها لزياش ريحها على شماله، صاروخ ار2 على يمين لوريس هدف تقدم، بعديها تياجو سيلفا اكبر اللاعبين المسجلين في هذا الموسم في الدوري الانجليزي واكبر لاعب بيسجل في الدوري الانجليزي من ساعه رايان جيجز في 2013، مسجل دلوقتي هو عنده عمر 37 سنه و123 يوم، سجل راسيه جديده خامس اهدافه هذا الموسم، فانتصار مهم لتشيلسي، رابع انتصار هذا الموسم على توتنهام بعد ماتشين الكاس وادي الماتش الثاني في الدوري، واول خساره لانطونيو كونتي المدير الفني الاسبق لتشيلسي والحالي لتوتنهام في الدوري الانجليزي. تشيلسي في المركز الثالث 47 نقطه، فارقين نقطه عن الثاني ليفربول، لكن تشيلسي لعب ماتشين اكتر من ليفربول، الماتش ده اساسا من الجوله 23 بعد ما كان لعب ماتش من الجوله 24 عشان هو مسافر يلعب كاس العالم للانديه، فبيلعبوه من دلوقتي على اي حال. دي كانت اخبارنا المحليه منها والعالميه، بعد الفاصل هينورني اثنين من نجوم الكره المصريه وفريق الجونه عمرو طارق وكريم طارق، وهما مش اخوات لكن هنشوف هيعملوا ايه جوه الاستوديو بعد الفاصل في الماتش، خليكم معنا. اهلا بحضراتكم مره ثانيه في الماتش. الكره المصريه دائما ما شهدت وجود اخوات جوه ارض الملعب سواء في فريق واحد او في فريقين متنافسين، ابرز الاشقاء في الكره المصريه طبعا حسام حسن وابراهيم حسن، في كمان عائله ابو جريشه فكنت تلاقي ابو جريشه كتير، عائله توفيق تلاقي عبد العزيز توفيق واحمد توفيق واكرم توفيق وكل التوفيق اللي كانوا موجودين، عائله شديد قناوي بس ما لعبوش ما كانوش مع بعض في الدوري الممتاز كتير لكن كانوا برضو في الممتاز، في بقى من ضمن اللي مش اخوات كريم طارق وعمرو طارق، فكل اللي قلته ده ملوش لازمه بس الناس كلها بتتعامل معاهم ان هم اخوات، فمعايا النهارده عمرو طارق وكريم طارق. عمرو اهلا بيك منورني. اهلا بيك يا هاني، مبسوط انا معاك. مبسوط ان انت منورني لكن النهارده مش لوحدك، منورني كمان كريم طارق نجم فريق الجونه زيه زي عمرو طارق. كريم ازيك؟ انا حبيبي عامل ايه الاخبار؟ اخبارك ايه؟ مبسوط انا معاك. وانا كمان وحشتوني والله. وانت والله. قبل ما ابدا النهارده عيد ميلاد كريم طارق فنغني له مع بعض، كل سنه طيب يا كريم. طيب حيا ربنا يخليك. عقبال 100 سنه. ربنا يخليك. ان شاء الله سنه سعيده عليك. يا رب ان شاء الله. تبقى كلها نجاح. يا رب ان شاء شخصيا الله. ومهنيا. ان شاء الله باذن الله. عملت ايه يا عمرو مع كريم في عيد ميلاده؟ ولا حاجه لسه مش اي مقلب، مفيش خناقه، مفيش مفيش فيديو تصور كده ولا حاجه. قبل العيد ميلاد عملنا كل حاجه. نفسك في ايه في السنه الجديده يا كريم؟ والله نفسي طبعا يعني ان شاء الله الواحد ربنا يكرمه السنه دي ويعمل الموسم كويس دي ككوره وبس، ونفسي كمان ان شاء الله ان يعني في حاجات كتيره جدا نفسي فيها حاجات شخصيه بس، و يعني وانا وعمرو نفضل اخوات بس، وان شاء الله كده تبقى سنه كويسه باذن الله. ربنا يسعدك يا رب وتبقى سنه حلوه جدا عليك ان شاء الله. ناس كتير قوي بتتعامل معاكم ان انتوا اخوات، طبعا ده بسبب ان انتوا طول الوقت مع بعض على مستوى السوشيال ميديا وحتى على مستوى الفرق بتتقابلوا في فرق من وقت للتاني وبسبب العلاقه القويه اللي بينكم، لكن مش اخوات. فعمرو كلمني عن العلاقه يعني من بدايتها. بص العلاقه بدات في ناشئين امبي، انا كنت جاي من ناشئين اسمنت اسيوط وهو من سبورتنج في اسكندريه واتقابلنا في ناشئين امبي وكنا قاعدين في شقه واحده يعني تبع النادي وكده مع لعيبه ثانيه، فمن هنا بدات العلاقه. بعد كده سنه انا سافرت المانيا ويعني هو الوحيد اللي فضل مكمل معايا بقى، كل ما انزل اجازه انزل عليه ونتقابل، وبعد كده رجعت مصر لعبت في الجونه وهو كان طلع فيرست تيم في امبي والسنه اللي بعدها جه الجونه. ايوه فعشنا بقى مع بعض في بيت واحد وكنا يعني مع بعض. دي الجونة أول مرة. الجونة أول مرة في 2013. فكنا مع بعض بقى في النادي وفي البيت وفي كل حتة، ف
واسمنا زي بعض يعني، اسم عمر طارق محمد واسمه كريم طارق محمد. تمام. يعني الثلاثي كمان. اوكي. وبصراحه في الجون احنا كنا بنقول احنا اخوات. بتقولوا ان انت اخوات؟ في الجون لما كنا مع تسوبل وكده يعني طبعا على مستوى اللعيبه النادي عارفين ان احنا مش اخوات بس كنا بنقول احنا اخوات، بس كنا بنقول قصه مش هينفع تتقال عشان اهالينا هيزعلوا لو عرفوها. لا احب اسمعها والله. ما اكيد اهاليك اول ما تروح هيسالوك ايه القصه اللي ما رضيتش تقولها على الهواء. شايف اقولها على الهواء. فكنا نقول احنا اخوات يعني، بس احنا في نفس السن يعني، احنا الاثنين مواليد 92. تمام. فما ينفعش نبقى اخوات الا احنا توأم. بس انا الاكبر يعني، فاهم؟ بس هو شهر وانا شهر. انت في يناير؟ انا يناير وهو في 5. انا اصغر منه. انت اصغر باربع شهور. باربع شهور. انت برج ايه؟ الجدي ده، ده الدلو، ده بداية الدلو صح؟ الدلو. الدلو ده ايه نظامه يا عمرو؟ زي ما انت شايف كده. احكي لنا على الدلو شوية. انا ماليش قوي في الابراج، بس على الدلو اللي جنبنا. كريم بصراحة هو يعني شخص كريم على اسمه. وطيب جدا، و يعني بصراحة كريم أي حد بيشوفه بيحبه جدا يعني. ممكن مش عايز اقول عكسي انا شويه، بس مثلا لو احنا الاثنين خرجنا مثلا مع ناس لاول مره هم يحبوا كريم الاول. انا يعني ببقى ساكت شويه. الواد التينك ده مش تينك، بس يعني انا بكسف قوي يعني. ممكن كريم بيكسف برضو، بس هو يعني سوشيال اكتر مني. فبتعرف الناس اسرع وكده، الناس يحبوه اسرع. أيوه. بعد كده لما يعرفوني بيحبون بيحبوه اكتر. بيحبوه. انت 5 دي يعني تور؟ تور. تور ايه برج التور بقى ده؟ كلمني عنه. حاجات كتير يعني، حاجات كتير. لا بس بصراحة طبعا برج التور بنتكلم على عمرو طارق. على عمرو. عمرو يعني من طبعا لما اتعرفنا على بعض في ام بي، هو اصلا المشكلة يعني هو احنا في ام بي كنا قريبين وكل حاجة، بس لما سافر بقى المانيا احنا قربنا لبعض اكتر. كنا كل يوم بنتكلم، كان على سكايب بنتكلم كل يوم، وبيحكي لي مشاكله وانا احكي له مشاكلي وكل حاجة. ولما جه الجونة، رجع الجونة، كان هو سبب من الاسباب ان انا اجي الجونة بعد ما مشيت من ام بي. بس ف يعني عمرو بصراحه احنا في الكوره فعلا بنكمل بعض يعني. هو دايما بيزقني لقدام وانا بزقه لقدام. شخص ينفع اعتمد عليه في حياتي جدا. فعلا انا يعني الحاجه اللي طلعت منها من الكوره كصحبيه يعني اقدر اقول ان عمرو طارق يعني. فانا الشخص اللي انا مبسوط ان انا طلعت منه من الكوره يعني. الكوره هي اللي جمعتكم، وحياه كامله بقى بعد كده بسبب الكوره ما شاء الله. ربنا يديم المحبه والمعروف يعني. ان شاء الله. مين اللي دمه اخف؟ لا كريم طبعا. كريم طبعا بجد. لا احنا الاثنين يعني. هو انتوا اتنين كوارث، ده اللي اعرفه عنه. انا ومع كريم يعني بهزر ودمه خفيف، بس هو كريم دمه خفيف في العام. في العام مع كل الناس يعني. هو ممكن عمرو يعني مثلا نروح مكان مثلا، انا ممكن اقعد اهزر. عمرو يحب ان هو ايه يبقى داخل، فاهم برضه يعني؟ تمام. في كده صوره بيحب يدخل بيها. مفهوم. بس اللي يعرف عمرو بقى كويس لما يتف يعني في البيت وكده. لا يعني بيعمل مصايب يعني. انت اخر نقله للجونه الاخيره دي متخطط لها؟ انا رايح الجونه فما تشوف، ولا صدفه؟ هبدا بعمر. ماشي. بصراحه مش صدفه. بص انا موضوع رجوع مصر ده ما كانش في بالي خالص. بس النادي عندي كان عادي بيخلص، انت عارف امريكا نظام مختلف، عادي يخلص شهر 12. كلام هنا على نيويورك. نيويورك ريد بولز. والنادي انا كنت ثاني اكبر واحد في الفرقه. هناك النظام بالذات في نيويورك ريد بولز مختلف يعني. يعني اللعيبه كلها 21 سنه و19 سنه. كان يعني الموضوع كان غريب قوي بالنسبه لي. انا عندي 29 سنه وثاني اكبر واحد يعني. فالنادي خلاص قال لي مش هنجدد لك يعني. فبدات على شهر 5 6 اشوف ايه اللي هتبقى النكست ستيب يعني وكده. وكن يعني كل اللي في بالي اللي هتبقى في امريكا يعني بصراحه. تمام. بس جه بقى عبد الرحمن مجدي اللي هو وكيلي، وكيل كريم برضو، فتح معايا الموضوع يعني. قال لي يعني تحب ترجع مصر؟ بصراحه انا كنت شايفها يعني ما كانتش السبب انا بفكر فيها قوي، بس بس لما قعدت افكر فيها قلت يعني ليه لا يعني. انا شايف ان الدوري بقى اقوى كتير من زمان، المستويات عالت جدا. فهنا بقى جت فكره اللي هو يعني تحب ترجع الجونه تاني. الجونه بيفكروا برضه في كريم يعني. ترجع وتبقى مع كريم في نفس الفرقه. اول ما قال لك كريم زود من بصراحة تفكيرك في العوده؟ يعني لما فكرت ايه ده، انا ممكن العب مع كريم تاني في نفس الفرقه ونبقى مع بعض يعني، اللي انا عارف ان ده هيساعدني في الكوره جوه الكوره وبره الكوره يعني. فهي من هنا بدا الموضوع. وهم كانوا عاوزيني وعاوزين كريم. أيوة. فموضوع عشان كده مشي يعني. كريم الاول راح؟ لا احنا رحنا، هو كريم راح بس كمفاوضات بدانا مع بعض يعني. بس كريم راح الاول. اعلن الاول كان كريم. وانت لما كان عمرو بيتكلم في انه لا مش اوبشن اول بالنسبه لي العوده لمصر واحتمال ان انا العب في امريكا، كنت ليك تاثير وقت ما عبد الرحمن دخل في القصه؟ احنا لما اتكلمت انا وعمرو، فانا قلت له بص يا عمرو يعني كده كده
انا حابب ان احنا نكون مع بعض في الجونه ونكون في نادي واحد. دي حاجه طبعا احنا نفسنا فيها من زمان انها تحصل تاني. بس في الاول والاخر قلت له طبعا شوف الاحسن لمستقبلك واللي حاسس ان هو يبقى احسن، طبعا سؤال استخاره وتشوف الاحسن ليك. ولو مع بعض في الجونه هكون طاير من الفرحه. لكن لو هتكمل بره او في نادي تاني اي كان نادي برضه اكيد هكون مبسوط. مبسوط كده. في ثلاث انديه كانوا بيكلمونا هنا في مصر. انتوا الاثنين نفس الانديه الثلاثه؟ وهو يكلمني يقول لي انت لازم تيجي بقى، احنا هنجيب اخوك. لازم تيجوا مع بعض. الناس كانت بتقول كان اي نادي يكلمنا يقول لنا انا اخوك هيجي والله تعالى ومش عارف ايه. فكان دي برده هم عارفين ان دي حاجه هتشجعنا على المكان. فاحنا كنا بنتكلم على طول، قلنا يعني احنا ان شاء الله نحاول ان احنا نكون في نادي واحد. لو مصلحتنا في النادي ده مفهوم. سواء بقى في اللعب في حاجات كتيره جدا. فاحنا لقينا ان الجونه هو فعلا انسب مكان ليا انا وعمرو ككل حاجه يعني. كان من ضمن الثلاث انديه كان الاتحاد السكندري بحسب التقارير كانوا اتكلموا على انه عايزين عمرو. بص مش لازم نقول اسماء يعني، بس كان في ناديين تانيين مع الاتحاد. انا ما قلتلكش اقول اسماء. ما قلتلكش انت قلت ثلاثه ما قلتش. لا يعني ثلاثه من اثنين تانيين. ده كان انا وكريم يعني اللي عاوزين احنا الاثنين. وكان في طبعا انا بالنسبه لي وبالنسبه لكريم برضه انا عارف كان في فرقه ثانيه عاوزاه هو لوحده وانا لوحدي. بس زي ما هو قال يعني احنا حسينا ان الجونه مش عشان احنا نروح مع بعض يعني. انا كعمر لوحدي انا كنت حابب ارجع الجونه عشان انا كنت بلعب في جونه قبل كده. وكنت بصراحه حابب برضه يعني كنت انتوا كباتن فرقه. هو في طبعا كابتن نور ونتكلم على الأدمية. بس كالأدمية انا تاني ادم لعيب وكريم ممكن يبقى ثلاثة او اسلام محارب برضو. كان معانا من اول سنه قبل كريم ما يجي. فانا كان بالنسبه لي برضو كنت حريص عشان ارجع الجونه او ارجع مصر اللي انا اختار النادي اللي هرجع فيه يبقى فيه مواصفات معينه بصراحه يعني. ايه المواصفات؟ بص انا حاجه في الجونه فخليتك تختاره. طبعا من اهم الاسباب انا بالنسبه لي كان حسام الزناتي. لما اتكلمت معاه هو ده كان الشخص اللي انا حابب ابقى بتعامل معاه طول السنه. اللي انا اخر مره كنت في مصر كنت مريت بتجربه بالنسبه لي ما كانتش حلوه. دجله؟ لا مش دجله. ام بي هو انا دجله انا لعبت غير شهرين وبعد كده رحت امريكا يعني. ام بي اللي كملت فيه موسم كامل كانت بالنسبه لي تجربه مش حلوه على مستوى التعامل كعمر اكتر ما ككوره يعني. انا من ام بي رحت اول مره اروح كنت منتخب مصر كان عن طريق ام بي يعني. مظبوط. فانا كنت حريص ان انا انزل اختار ان الناس اللي انا نازل عليها بصراحه. فانا كان بالنسبه لي الجونه طبعا مع وجود كابتن رضا وكلام اللعيبه عليه اللي انا طبعا سالت. انا كابتن رضا عرفه وهو كان بيدرب في الناشئين في الجونه وانا في الفيرست تيم زمان في 2013 بس يعني ما كانش فيه معامله شخصيه. فحسيت ان هو ده اكتر مكان اللي انا هبقى فيه مستريح نفسيا. والحمد لله انا حاسس يعني اللي كان اختيار موفق بالنسبه لي يعني. هو الحقيقه ان الجونه بيتميز بانه الهيكل الاداري كله تحس ان هو نفس الشخصيه يعني نفس طريقه التفكير والتعامل. بنتكلم على حسام الزناتي على الحصري على رضا شحاته كمدير فني. فالدماغ نفسها بتعجب انواع معينه في التعامل يعني. دي حقيقه صح؟ دي حقيقه. ايه اللي اختلف فيكم لما كنتوا في الجونه مع بعض من 8 سنين ودلوقتي وانتوا مع بعض في الجونه؟ بتكلم على الكوره يعني. انت شايف ايه اللي اتغير فيك وفي عمرو؟ وهسالك نفس السؤال يا عمرو. شايف طبعا ان انت بتتكلم في فرق حوالي سبع سنين مثلا. فانت بتتكلم في خبره يعني. انا لما رحت الجونه كان اول سنه ليا دوري ممتاز كان ثاني سنه لعمرو. فانت بتتكلم فكنا لسه في بدايه حياتنا. لكن دلوقتي انت بتتكلم انا رحت هنا وهنا ولعبت هنا وهنا ورحت منتخب وعمرو راح منتخب وسافر. فانت بتتكلم ان احنا دلوقتي في اختلاف كبير في امكانياتنا مستوانا كل حاجه. عندنا خبره كبيره جدا في الدوري الممتاز. فطبعا دي اكبر اختلاف من دلوقتي عن زمان يعني. عمرو طبعا نفس الكلام اللي كريم بيقوله. ممكن انا على المستوى الشخصي انا بحس مركزي كمركز المساك انت فعلا كل سنه بتحس ان انت يعني في مخك بتنضج يعني. أيوة. في مركز المساك بالذات بحس خبرات وكسب خبرات كتيره. فانا كل سنه بحس احسن من السنه اللي قبلها. فطبعا اعتقد انا من احلى مواسم حياتي كانت مع الجونه والمينا سافرت ريال بيتيس. كنت مبسوط وعامل موسم حلوه. بس انا حاسس دلوقتي ان انا اعرف اكتر بكتير يعني كوره كلاعب وكشخصيه يعني عن زمان طبعا يعني. انتوا في التدريبات بتبقوا في فريق واحد ولا ضد بعض؟ في التقسيمات وكده؟ تقسيمات احنا على طول احنا بنختار بعض يعني. يعني دايما بنحب نلعب مع بعض وبس فاهم. لو ضد بعض بقى يعني مش عايز اقول لك احنا بنعمل بعض. انا متاكد عمرو طارق بالتاكلينجز اللي بيعملها دي اللي هي 7 متر دي
اكيد بيدخل يشيلك. بص هو كان كان في تمرينه مره، كانت تمرينه الصبح كده بنلعب مان تو مان، كانت رضا عامله تقسيمه صغيره كده 5 ضد 5 مان تو مان، فانا وعمر قلنا يلا ضد بعض. والله العظيم هي كانتش كوره، هي مزرعه. هو فرحانين بقى عاملين حاجه وشايفيننا وسايبيننا بنضرب بعض. انا بجري مثلا اعدي الاقي عمرو جاي بالبنيه، والله بالبنيه في وشي، وعمرو يجي اروح جاي اعمل تاكلينج وعايز بقى هو يرقصني ونقعد بقى. لا بصراحه احنا بنغل على بعض في التمرين طبعا، بس بحب. اكيد يعني احنا بنحب ان احنا الحمد لله احنا بنتمرن التمرين ده بالنسبه لنا يعني تمرين زي الماتش، احنا بنحب ننزل تمرين ندي اقصى حاجه عندنا. فضد بعض لا مش هنخاف على بعض، هنموت بعض صح. بس بعد التمرين هنخلص نركب العربيه مع بعض ونروح ناكل. يعني على فكره احنا بنتخانق كتير جدا في التمرين، في التمرين بتتخانقوا بتشدوا على بعض، خناقه اللي هي خناقه بقى مثلا هو على بعض قدام مثلا هو ضيع مثلا تلاقيه مزعق وهو نفس الكلام يعني انا مثلا في يعني ممكن ما يبقاش عندي مساحه اقول كده لعيبه ثانيه اللي عارفه ممكن يزعلوا، بس انا عارف لو خلاص اول ما يطلع بره الملعب لو خلاص يعني نقعد نضحك يعني انتوا في في الملعب في الماتش يعني بتبقوا تقريبا في خط واحد، انت مساك ناحيه الشمال وانت الجناح الشمال في الملعب، وانتوا في فريق في الدوري بيلعب ضد فريق اخر، التعامل بينكم من بعض ازاي بقى كصحاب اخوات وتيم واحد؟ هل في كونتاكت مختلف بيتم بينكم في الملعب؟ بص هو احنا يعني في الملعب يعني زي ما بقول لك زي في التمرين، احنا حته ان احنا بقى اصحاب اخوات دي لا مش مش بنفكر فيها خلاص، احنا بمصلحتنا مصلحه الفرقه. فانا لو عملتها غلط هو بيزعلي عادي، او عمل حاجه غلط انا هزعله عادي. بس احنا عارفين ان احنا بنكلم بعض بحب عشان خايفين على بعض. وانا في الملعب انا لما بشوف عمرو مثلا بيروح ويقطع كوره ويعمل هو بيديني ثقه في نفسي. أوكي. يعني فعلا لا وانا انا متاكد نفس الكلام ان احنا يعني انا بتبسط لما الاقي ايه عامل لي لا لينا كلام تاني في البيت لا وكمان يعني انا لما بلاقي اعمل حاجه حلوه مثلا في الماتش في لقطتها بتبسط جدا ومبسوط قوي، وبيخليك انت تفوق في الملعب. بالظبط. فدي حاجه حلوه يعني، وحاجه من الحاجات اللي احنا حبينا نكون مع بعض فيها في فرقه واحده يعني. بتحس ان في حد الفريق كله فريقك، لكن في الاخر في حد بيديك بوش مختلف يا عمرو. دي حقيقه، دي حقيقه بصراحه. يمكن كريم برضو الناس اللي ما تعرفوش، كريم يعني هارد وركر قوي بطريقه يعني غريبه، الناس فعلا ما تعرفش الكلام ده. فانا حتى مثلا كده لو يوم مكسل انا من نفسي يعني خلاص هو هيعمل كده، فانا اللي هو ايه خلاص لا انا اجي معاك يعني. مثلا رايحين الجيم الصبح مثلا بيروح كل يوم الساعه 9 الصبح مثلا في الجونه، لو بقول له طب يعني خلاص ممكن نصحى براحتنا ونروح قبل التمرين، فاهم ليه لا؟ عشان مثلا نريح قبل ما بين الجيم والتمرين عشان نريح شويه وناكل كده سناك صغيره. فحتى لو انا مكسل فاهم هو يعني بيدفعني بصراحه اللي انا ما كسلش. فدي حاجه دي بالنسبه لي يعني كنت مفتقدها مثلا لو انا بره لوحدي، ساعات ممكن بيحصل فيه كسل بتاع صح. فدي في الجونه لا يعني ما هو ما بيكسلش خالص، هو على طول فلما انت بتكسل تفتكر انه مش هيكسل فتقوم تشتغل. كده كده هروح معاك فاهم. انا متشجع بعض بصراحه والله يعني حتى بعد الماتشات مثلا، فعمري بيقول لي مثلا يقول لي انت النهارده كنت كويس في كذا، لا طب كذا، طب عايزين نعمل كذا. حتى في حاجات اتفقنا عايزين نعملها بنتمرن عليها في التمرين مع بعض بعد التمرين. حاجات ان هو مثلا لما يعمل لي لونج بول بطريقه مش عارف ايه انت اتحرك. بنعمل حاجات عشان في الاول والاخر هي مصلحه واحده يعني، احنا طبعًا عايزين يبقى شكلنا كويس صح. عايزين طب نعمل يعني الجونه طبعا الاداء كويس ونكسب وكل حاجه. عمري انت اول ما رجعت في اول ماتش في الدوري اتصبت. للاسف بعد 9 دقايق. بعد 9 دقايق بالظبط. 9 دقايق جالي مزق في الخلفيه، قعدت شهر. كان قدام سيراميكا كليوباترا. كان قدام سيراميكا، كان اول ماتش في الدوري. وبعد كده رجعت على قبل التوقف ماتش اللي هو ام بي، ولعبت بقى ماتش ام بي وبعد كده توقف. مفيش حاجه بتتعرض ولا في كريم عايز يضيف اضافه كمان بيضحك على حاجه جايه؟ اتفضل يا كريم. عمرو لما جه فاحنا كنا رايحين معسكر قبلها بيوم لا لا ما تفضلش. لا دي عادي ما دام قال هتتقال يبقى عادي خلاص. فقول عادي خلاص قول ماشي. فاحنا رايحين فقال لي استنى ادخل السوبر ماركت اجيب حاجه. ده هناك في الجونه. في الجونه. فلقيته طالع بعلبه خيار مخلل. اوكي. برطمان كده. فبقول له ايه ده؟ فبيقول لي
دي كويسه قبل الماتشات وكده يعني عشان الاملاح وكده ما يجيلكش كرامب وحاجات. فانت قلت ده جاي من امريكا بقى، ده اكيد فاهم قوي. هو بقى دخل اوضه اللبس وحط البرطمان وكده. هم بره يعني هو ده يقدر يقول لك هم بيعملوا الكلام ده، بس الحاجات بقى بتبقى مركزه اكتر، وان الاملاح وكده عشان الكرامبات وكده. هو تقريبا انا زودت شويه كده. هو حط بقى الخيار وراح ضرب الخيار مخلل وبتاع عشان ايه؟ قال لي كده مش هيجيلي شد. بعد 9 دقايق جاله مزق. هو تقريبا زودت الخيار شويه. او الخيار كان متخلل. لا هو فعلا بره في حاجه اسمها بيكل جوس، يعني هو عصير المخلل. بس يعني طبعا ما بيبقاش اللي هو مش مخلل بس البديل بتاعه. يعني انا شفت بعيني لعيبه اول مره كان الجون بتاعنا في ريد بول، يعني كان جايب برطمان خيار مخلل وبياكل وبيشرب الميه بتاعته. فقلت له انت بتعمل كده ليه؟ قال لي يعني هناك في حته في امريكا الرطوبه فيها عاليه جدا، تمام، فلازم تشرب حاجات عشان ما يجيلك شد. فقال لي يعني جرب ده وعمر في حياتك ما يجيلك شد يعني. وانا فعلا يعني اخر سنتين بس ما بيبقاش بقى برطمان سوبر ماركت، بيبقى يعني عصير هو الدكتور بيديه لنا اسمه بيكل جوس. مفهوم. فانا طبعا قعدت ادور هنا ما لقيتش، فلقيت اي مخلل. قلت بقى خلاص اجيب الخيار المخلل زي الجول كيبر ما كان بيعمل. بس زي ما انت قلت تقريبا كان التكيس عالي قوي. جاب لي مزق بعد 9 دقايق يعني، مش شد مزق، فاهم؟ طبعا مش هتعدي على السوبر ماركت تاني. خلاص بقى في ميه عادي زي غيري، اشرب ميه وخلاص. مش لازم الواحد يبين، مش لازم اركز قوي في الحاجات دي. طيب انتوا هل حصل بدون ذكر اسماء موقف انه انتوا فريق واحد حد فيكم شد مع حد تاني، فالتاني فيكم دخل في الخناقه انه لا ما تزعلش عمرو، لا ما تزعلش كريم، فاللي ضد كريم هو ضدي؟ حصلت قبل كده؟ بص مش عارف عمرو يفتكر ولا لا. زمان مش دلوقتي، بس في اول سنه جونا لما انا كنت جاي عمرو يعتبر كان من كباتن الفرقه. انا كنت من كابتن الفرقه اصلا، مستر توبل عشان كان جايبني من المانيا. كنت بكلم مع الماني، فكان عندي مساحه كبيره صراحه يعني. بس ما كنتش من كابتن الفرقه يعني، كان عندي 21 سنه. أي. يعني قلت اجملها يعني. بس في كده بنلعب تقسيمه مره، ففي حد فعلا دخل يعني دخل عليا تاكن جامد جدا من ورا. انا لقيت كان عمرو كنت معايا في التقسيمه ولا ضدي؟ انا كنت في فرقه ثالثه اصلا، بس بره كان فرقه ثالثه. لقيته جاي جاري بيجري على الواد، اللي انت بتعمله ده ومش عارف ايه، محدش يعمل كده، واحنا ما بنعملش كده هنا ومش عارف ايه. فهو عمرو الرياكشن بتاعه ده لو كان مع حد تاني كان ممكن يبقى ايه أخف. يعني اهدى شويه، بس يمكن عشان حبه ليا وكده فيمكن كان شديد شويه يعني. فاكرها؟ فاكرها. فاكر كانت مع مين كمان؟ مين؟ لسه شايفينه. مين؟ يعني عادي. لا لعيب هو اسمه كيمو دلوقتي، هو اسمه كيمو بس ما بيلعبش في دوري ممتاز دلوقتي. بس ساعتها كابتن مجدي طلبه خصم مني فلوس عشان رد فعل. قال لي اسلوبك ما كانش يعني، قال لي انا معاك، اللي هو الولد غلى عليه جامد وضربه من ورا كان تاكلينج وحش، قال لي بس ما ينفعش يعني تعمل حاجه زي كده. خصم لك قد ايه؟ لا مش فاكر بقى بصراحه. خدتهم من كريم؟ لا ما خدتهم. ما بسببه. بس دلوقتي لا دلوقتي لو مثلا اي حاجه حصلت لا يعني ما بنعمل يعني، لا واخدين بالنا ان مش عايزين حد يفتكر فعلا ان احنا ممكن يجي على حد او حاجه خالص يعني. في الاول والاخر احنا كلنا زمايل في الفرقه يعني. المقالب وما اكثرها، لان اللي عارفكم كويس يعرف اللي انتم بتعملوه في الناس، بتعملوه في بعض. بعد الفاصل هنكمل كلام وهنتكلم في الكوره كمان مع عمرو طارق وكريم طارق غير الشقيقين، لكن اللي اكتر من اخوات في فريق الجونه. خليكم معانا في الماتش. دي جي 50 ريميكس. من Don't do anything stupid.
بدري فهو بيمشي. يلا بينا. دي بعض وليس كل، لان ده ما ينشر على السوشيال ميديا، لكن في غيرها مواقف كتيره قوي عمرو طارق وكريم طارق بيعملوها مع بعض وبيبينوها قدام الناس. الفيديو الاخير ده تحديدا دي الكواليس بتاع الفيديو بتاع مراسل اليوم السابع اللي هو كان طبعا كلنا كنا فاكرين ان هو كان طالع لايف بيغطي زلزال تقريبا كان حاصل يومها، وكان بعديها فجاه وهو بيتكلم لقينا الموبايل اتخطف، واللي سرق الموبايل ما كانش عارف انه لايف، فوشه بالسيجاره اللي كانت في بقه بس عمل الفيديو. دي مش فكرتنا، دي مش ده فكره نادي الجونه. هم اللي صوروا الفيديو ونزلوه على البيج يعني كده. ف بس كانت فكره حلوه قوي ومعموله حلوه قوي بصراحه، واختيارهم كمان لعمرو وكريم طارق كانت اختيار جامد يعني. اعتقد هم اختاروني عشان انا معايا السكوتر ده في الجونه هناك. هو ده بتاعي؟ ايوه. كل واحد جبنا سكوتر هناك كده، انت عارف الجونه صغيره فنمشي بيه بدل عربيات يعني. فقال لك ده معاه سكوتر تعالى هاته. بس هي بحيي القائمين على الفكره دي واختيارهم ليكم كمان، لكن برافو على فريق السوشيال ميديا اللي عمل الفكره دي. عندهم هناك افكار حلوه يعني، بيعملوا افكار حلوه على طول في السوشيال ميديا يعني، افكارهم كويسه يعني. بتعملوا تحديات مع بعض في التدريبات؟ هو ساعات لما بيبقى في مثلا تمرين فينيشنج او كده لو بقول له يعني شوف بقى اجيب كام جون فاهم، واقعد ارخم عليه بقى اصل انا جبت جون اكتر منه عشان انا مدافع. وكده يعني بيقعد يستفزني على طول. يعني مثلا ساعات بنلعب اللي هو على الجون الصغير ده. هو يجي مثلا سته وانا جايب اربعه او ثلاثه. يقعد بقى يقول لي فاهم انا مدافع وانت مهاجم بقى، انا طبعا بموت فاهم. اروح بقى اللي بعديها تك في السماء برضه فاهم، خلاص بقى خلاص بقى فاهم، فقدت تركيزي. طيب نرجع للكوره مره ثانيه. كريم انت يعني الموسم اللي فات كنت اتكلمت معاك على الهواء، قلت لك الموسم اللي قبله كان موسم رائع. تمام. فالموسم ده قلت لي انا الموسم اللي جاي تحدي بالنسبه لي، ان انا عايز ارجع للاسم اللي خلى انديه عملاقه زي اهلي وزمالك وبيراميدز، كانت تقارير بتتكلم عليهم دايما. تمام. فقلت لي ان الموسم اللي جاي تحدي بالنسبه لك، انت شايف ازاي الموسم ده؟ بص طبعا اول حاجه انا شايف ان الموسم يعتبر لسه ما بداش قوي. تمام. يعني انت بتتكلم ان انت بتلعب ماتشين وتقف شويه، تلعب ثلاث ماتشات وتقف، ما لعبناش ماتشات كتيره ورا بعض في الدوري، حتى احنا كانت لسه رايح على فرقه جديده، لعيبه جديده، فتاقلم كل الكلام ده. بس شايف بقى ان شاء الله من بعد التوقف ده الدوري بقى كل 3 ايام ماتش، خلاص بقى نلعب ما فيش توقفات تاني خالص غير بعد فتره. فانا الفتره دي يعني بدايه الموسم زي ما قلت لك، ما دخلت معاك مداخله قلت لك ان الموسم ده ان شاء الله يكون موسم مختلف عن اي موسم، وانا بشتغل واعمل اللي عليا ان انا اوصل لحته ان شاء الله ما وصلتهاش قبل كده في حياتي. يعني اكتر من طلع الجيش بكتير. ككل حاجه شغال على كل حاجه، باعتبار ان فتره طلع الجيش كانت هي الافضل بالنسبه لك. يعني هو كان احسن موسم بالنسبه لي. مظبوط. رحت ام بي ما موسم يعني ما حصلش ان انا اعمل موسم زي الجيش لاسباب كتير يعني. ايه الاسباب؟ لانه تجربه ام بي بالنظر لامكانيات ام بي وامكانيات ومستوى اللاعب في الفتره دي وهو رايح لام بي، الناس كانت مستنيه انطلاقه اقوى كمان من طلائع الجيش. بص يعني ملخص الحوار ممكن نقول ان 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 مثلا ستايل لعبي او سيستم لعبي ما كانش ماشي قوي مع كابتن حلمي طلال. حلمي طلال طبعا كابتن حلمي طلال مدرب كبير وليه سيستم بتاعه وكل حاجه. بس يمكن كانش قلت لك قبل كده ما كانش فيه يعني كيمستري بيننا قوي في كفنيا ككوره، لكن طبعا كعلاقه شخصيه علاقه محترمه جدا. تمام. لكن بس انت ممكن يبقى فيه لعيب كويس جدا ومدرب كبير جدا بس ما يبقاش فيه توافق بينهم. بتحصل في كذا نادي وبين كذا لعيب ومدرب، بس ليه اللعيب ده راح نادي تاني كسر الدنيا. مظبوط. بس والعلاقه الشخصيه الكويسه اللي كانت بينك وبين كابتن حامد طولان كانت بتسمح لك انك تتكلم معاه في الكوره على المشاركه على طريقه اللعب اللي تخصك انت؟ ما كنتش بتكلم قوي. يعني ما كنتش بتكلم قوي مع كابتن حلمي في الحته دي، يعني احنا بره التمرين ممكن نتكلم في حاجات تانية نضحك نهزر كده بس، لكن خلاص ممكن هي بتبقى ما اعرفش يعني. انا شفت ان الموسم خلاص هو انا كنت بعمل عليا بحاول اعمل عليا بس خلاص لقيت ان الدنيا مش هتمشي، فقررت ان انا لا اخد خطوه تانية واروح نادي تاني بس. وكانت خطوه نادي الجونه. وده اللي بيخليك تقول ان الموسم ده بالنسبه لك باصص فيه انك توصل لحته ما وصلتلهاش في حياتك؟ عشان كريم طارق ده اول حاجه. مش عشان حد، عشان انا عايز اوصل في حته ما وصلتش قبل كده زي ما قلت لك.
وشايف ان انا اقدر اعمل ده باللي انا بعمله دلوقتي، وان شاء الله المجهود اللي الواحد بيعمله دلوقتي باذن الله الموسم ده يعني يكون موسم مختلف باذن الله. باذن الله. عمرو، قبل العوده الى مصر من امريكا كان في النص احتمال احتراف خارجي غير امريكا وقبل مصر؟ اه، لو انا قبل ما اجي مصر كان جالي عروض في البرتغال وفي قبرص في اليونان، بس بصراحه العائد المادي كان يعني انا عمري ما بصيت في موضوع الماده ده، بس حسيت خلاص يعني انا عندي 29 سنه فبرضه لازم لما اجي احسبها الواحد يبص برضه في الفلوس شويه. ف لا، الفلوس في البلاد دي يعني او في الانديه اللي جات لي في البلاد دي ما كانتش بالنسبه لي حاجه مرضيه. اللي كان اقرب قوي كان موضوع قبرص. بس كلمت عمرو ورده هناك. عمرو ورده هناك نادي اسمه ابولون، او من الانديه هناك يعني بيلعب اوروبا ليج كواليفيكيشن ساعات، انديه كبيره يعني. كنت تقريبا خلاص شبه رايح. بس كلمت كابتن مجدي طلبه بصراحه، كابتن مجدي يعني تربط لي بيه علاقه كويسه جدا من ساعه ما كان بيدربني. وكلمته سالته يعني، هو لعب في قبرص يعني. تمام. هو بصراحه قال لي، هو نصحني قال لي يعني خلاص انت لو مش هتكمل في امريكا انا شايف انت ترجع مصر يعني. قال لي انا مش شايف قبرص هتضيف لك حاجه في الكارير بتاعك يعني، مجرد انت محترف وخلاص يعني. أيوة. قال لي هو مش الدوري القوي، انك انت لو عندك حاجه في مصر كويسه على الاقل يعني هتبقى متشاف اكتر في مصر يعني. فبصراحه فكرت في كلامه واقتنعت يعني، فعشان كده اخترت ارجع مصر يعني. ومبسوط والله. بص، انا اول شهرين بالنسبه لي كانت الدنيا صعبه قوي يعني، مش كنادي بس، كحياتي يعني عموما اختلفت. حتى حياتي الشخصيه اختلفت جدا، بس دلوقتي خلاص يعني حاسس ان انا اتعودت ومبسوط. الحمد لله يعني. ربنا يوفقك باذن الله. قبل ما اختم، كريم، في كاس الرابطه المجموعه بتاعتكم يمكن الاكثر تشابكا يعني، سموحه والاسماعيلي، او اسماعيلي في سموحه وانتوا زي سموحه، ووراكم بقى مقاولين واهلي، فكاس الرابطه شايفينها ازاي؟ شايف طبعا ان هي بطوله كويسه جدا، حلوه جدا، ان احنا بدل ما الفتره دي كنا طبعا نقعد نعمل فتره اعداد ماتشات وديه، ان احنا نلعب بطوله رسميه. فشايف ان هي اعداد كويس جدا للدوري، وشايف ان المجموعه بتاعتنا يعني انت زي ما انت قلت الفرق كلها قريبه من بعض. فاحنا طموحنا ان احنا ان شاء الله نفنش اول مجموعه. واحنا قادرين ان احنا نعمل كده، احنا عندنا ماتشين كسبناهم ان شاء الله نبقى مزبوط. اول مجموعه باذن الله. بس فده هدفنا عشان ندخل برده على الدوري. نبقى في حته كويسه ان شاء الله في اخر الموسم باذن الله. كريم طارق وعمرو طارق الاثنين ليهم تجارب ربما ما كانتش كبيره قوي مع المنتخب، لكن كان في انضمامات حصلت. كريم، مقبلين على بعد امم افريقيا، تصفيات كاس عالم، ثم كاس العالم نفسه، طموحك انك بنهايه السنه تكون مشارك في قطر ان شاء الله؟ باذن الله، ده هدفي ان انا اكون موجود معاهم في كاس العالم ان شاء الله. باذن الله. شايف انه في وجود كيروش الامر بيزداد سهوله؟ شايف ان هي بترجع للعيب اكتر، ان اللعيب اللي هيعمله طول الموسم ده يعني، اللي انا هقدر اعمله ان شاء الله طول الموسم ده باذن الله، هو ده ان شاء الله هيخليني موجود في كاس العالم مع المنتخب باذن الله. عمرو، الانضمام للمنتخب، كان في فتره منتخب امريكا احتمال يعني، انت بتحمل الجنسيه الامريكيه، فكان في كلام ساعتها انه هل هينضم هنا ولا هنا، وفي الاخر لعبت مع منتخب مصر. العوده للمنتخب شايفها قائمه او طموح بالنسبه لك؟ والله طبعا انا شايف الموضوع على طول يعني قائم يعني. في وجود طبعا مستر كروش، اعتقد هو بيدي فرص لوجوه جديده زي ما احنا شفنا. فيعني طبعا ده طموح اي لاعب يعني، بس انا يعني بصراحه انا بحاول يعني ما بفكرش قوي كتير في الموضوع ده. تمام. اللي انا كنت حسيت ان انا في فترات كتيره جدا وانا في امريكا اللي انا كنت ممكن استحق ان انا ابقى موجود. ويعني مثلا انا كنت موجود في كل التصفيات مع مستر مش مع مستر كوبر، أجيري. مع مستر أجيري يعني كل الماتشات، ولاعب ماتش اساسي، وجيت على البطوله لقيت نفسي بره يعني. انا مش عارف ليه، فبحاول اقوم افكرش الموضوع ده. بس اكيد طبعا يعني اكيد حلم لاي لعيب، ودي اكبر هدف لاي لعيب اللي هو ينضم لمنتخب مصر يعني. انت كنت مع البدري؟ ما كنت صح؟ البدري. ربنا يوفقكم انتوا الاثنين وتحققوا احلامكم، سواء كانت في الكوره او الحياه الشخصيه يعني. الحقيقه انا انتوا عارفين انا بحبكم قد ايه، وبسطت جدا بالحلقه معاكم. نورتني عمرو طارق، نجم حبيبي. فريق الجونه، وربنا يوفقك دايما حبيبي هاني. ربنا يخليك. ونورتني كريم طارق، نجم فريق الجونه، ومبسوط جدا بوجودك، وكل سنه وانت طيب حبيبي. ربنا يخليك، انت طيب، وكنت مبسوط ان انا معاك النهارده. شكرا، نورتوني حبيبي. ربنا نورنا كريم طارق وعمرو طارق، لاعباه ونجماه فريق الجونه، وانتوا كمان لسه منورينا، لان بعد الفاصل محمد عمرو لاعب نادي زد موهبه قد تحترف قريبا في الخارج في الماتش بعد الفاصل. We'll be right back.
مرة تانية في الماتش موهبة مواليد 2006، لكن أن تقرأ أخبار عن أنه فريق في تركيا بيبعت له عشان فترة معايشة، فريق أو فريقين من الإمارات ومن عمالقة الفرق الجزيرة والعين عايزينه فترة معايشة، فتحب أنك تفهم اللاعب ده هل من الممكن أن نراه لاعبا كبيرا في السنوات المقبلة. هو كمان لاعب منتخب الشباب مواليد 2006 مع الكابتن محمد وهبي. محمد عمرو منورنا النهاردة. محمد أهلا بيك. أهلا بحضرتك. عامل إيه؟ تمام الحمد لله. كله كويس؟ تمام. أخبار زد إيه؟ بقالك سنتين في الفرق. مبسوط؟ تمام، دي تاني سنة ليا، و يعني الحمد لله ده نادي زد موفر لنا كل حاجة، تمارين، لبس، كل حاجة، كابتن نبيل، دكتور أحمد عبد الله، مستر هيثم، كل حاجة موفرينها لنا يعني. والأجواء في النادي، أنت أول مرة يجيلك فترات إعارة أو احتراف أو معايشة وأنت في نادي زد مش كده؟ طيب جات لك إزاي؟ إزاي اتقال لك أنت احتمال تسافر قريب علشان في نادي عايزك؟ أنا كان في ماتش ودي مع منتخب مصر، كان مع سيراميكا كليوباترا. فبعد الماتش ده، أنا الماتش ده عملت فيه أسيست. فكان في حد مسؤول النادي التركي بعد الماتش سألني اسمك إيه وكده، وسأل رقم تليفون بابايا فديته له. فبعد كده قال لي ان احنا عايزينك معايشه وكده يعني. نفس الكلام لنادي جزيره والعين. برضو بعد الماتش اللي بعد الماتش نفسه. طيب المفروض تسافر امتى علشان فتره المعايشه بتاعت تركيا؟ 1/2. 1/2 والدنيا تمام والفيزا طلعت وكل حاجه تمام. طيب المفروض ايه اللي مستنيه من معايشه دي؟ هل بعدها ممكن يتبعت بقى عرض، او انت عرفت الدنيا هتبقى ماشيه ازاي هناك؟ لا لسه. حتى الان ما اعرفش يعني. مركزك انت بلاي ميكر او كل مراكز الهجوم تقريبا حسب ما عرفت يعني، ايه بقى الامكانيات اللي انت بتحس ان هي بتميزك عن غيرك؟ ذكائي. بعرف امتى اعدي، امتى باص، امتى شوت. القرار يعني. القرار. تحركاتي في الملعب دي كل الحاجات دي بتميزني يعني. اكتر مركز بتلعبه هو صانع العاب؟ صانع العاب. لكن بتلعب في مراكز تانية كمان؟ هاف رايت وهاف ليفت. ورجليك ايه، يمين ولا شمال؟ شمال. شمال. فعدلتك تبقى ناحيه اليمين اكتر؟ في يمين اكتر من شمال. في يمين اكتر. طيب انت يعني ما شاء الله من وانت عندك 5 سنين بتلعب. بدايتك مع امبي كانت؟ انا عندي 7 سنين. ازاي حسيت ان يعني بدات رحلتك مع حب الكوره؟ والدك هو السبب ولا انت من وانت صغير بتلعب لوحدك ولا؟ لا انا والدي وانا صغير فبدات في اكاديميه نادي الطيران. فساعتها بابا شاف ان انا يعني احتمال بموهبه كويسه ولعيب كوره كويس. فساعتها رحت اختبارات امبي. ايوه. كابتن فتحي عماش اختارني من وسط 12 واحد. تمام. فلعبت ساعتها بقى في نادي امبي 4 سنين. بعد كده رحت الداخليه سنه. ايوه. بتروجيت سنه، مقصه سنه، ودلوقتي في زد بقى. سنه. كنت الانتقال بيتم ازاي، من نادي لنادي ولا انت اللي كنت؟ لا نادي لنادي. من نادي لنادي. طيب وفي نادي زد، غير بقى تجربة الاحتراف المحتملة إن شاء الله الأيام اللي جاية، أنت طموحك اللي في الغاية فين رايح؟ نفسك تعمل إيه؟ غير الاحتراف؟ اللي أنا يعني مع نادي زد أوصل إن شاء الله فيرست تيم. أيوه. ويجي لي عروض طبعًا من الأهلي أو زمالك، ده غير طبعًا الاحتراف إن شاء الله يعني. والاحتراف هو دايمًا بنقول إن الاحتراف في سن صغيرة بيدي خبرات ممكن الواحد ما يكسبهاش وهو بيلعب في نفس السن في مصر. انت مستني ايه من وانت مسافر تركيا؟ يعني هاخد خبرات اكتر، والسن الصغير اللي انا فيه ده هيبقى يعني مرحله تانية احسن ليا انا. والاحتراف بره طبعا احسن يعني في اللعب وفي كل حاجه. الفريق اسمه ميمارس نعم. و انت عايز توصل لفين بقى لو احترفت؟ ان شاء الله احسن انديه العالم. احسن لعيب في العالم ان شاء الله يعني. ان شاء الله. ومين فريقك المفضل؟ برشلونة. وفي مصر الأهلي. الأهلي أهلاوي. ولو اتقال لك تلعب في الأهلي ولا تسافر تحترف في أوروبا بس الفريق مش من أحسن أندية العالم لسه، اختيارك يبقى إيه دلوقتي؟ حاليا؟ لا ممكن برا. ممكن برا. طبعا هو طبعا بتفكر دايما مع باباك مش كده؟ بياخد معاك القرار وبيتفكروا سوا؟ هو دايما بيقول لي اخد معاك قرار وانت تشوف انت عايز ايه في الاخر يعني. ايوه. بس انت تلعب هيدرز ولا بتلعبش بما انك بتلعب مهاجم احيانا؟ لا مش قوي يعني، محتاجه تتطور على الارض احسن. وبتلعب عرضيات؟
ممتاز، مواصفات جناح يعني. وطبعا الاسيستات بقى دي مهمتك. دي احسن ده سبب ان الناس شافتك وانت وجابت لك عروض يعني، مش كده؟ طيب خليني اروح لنادي ميمار اسنان، الفريق التركي اللي انت احتمال تروح له. معايا على التليفون الاستاذ ايمن اوغلو، المدير التنفيذي للنادي. عربي ولا انجليزي؟ طيب كابتن ايمن اهلا بيك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، منورنا. ربي يسلمك. اولا بعرف عن نفسي، انا اسمي ايمن سعيد اوغلو، مدير تعاقدات في نادي ميمار سنان التركي. طبعا بدايه بحب اتشكركم وتشكر مجهوداتكم على الشيء اللي عم تعملوه، انه تستضيفوا لاعب مثل محمد، لاعب كبير، وصلنا احد الفيديوهات عن طريق وكيلنا في مصر. تمام. فينا نقول عيننا في مصر. ولاعب ما شاء الله، لاعب كبير، مستقبل كبير ان شاء الله له. ايوه انا سامع حضرتك. يتميز بمهارات وبامور ممكن انه توديه لمستقبل عالي جدا ان شاء الله. بالاضافه احنا ارسلنا فاكس لنادي زد، طبعا نادي المتواجد فيه محمد. وتواصلنا مع الكابتن علاء نبيل، وبتشكر الكابتن علاء نبيل جزيل الشكر على الشيء اللي عمله وقدم لنا اياه. طبعا احنا في بعقد توأمة مع احد الشركات التسويق في تركيا، وهي شركه العالميه للتسويق والاحتراف الخارجي. شغلها كبير، لها اكثر من 5 سنوات في تركيا. عرضنا الفيديوهات، فيديوهات محمد على الوكيل وعلى مثل ما بتتفضل وبتقول الخواجه او المدرب الاجنبي تبع الفريق، واعجب فيه وطلب منا انه يحضر معنا فتره معايشه في النادي ان شاء الله. وان شاء الله خير يعني، بنتمنى له التوفيق، وبنتمنى لكل حد عربي التوفيق في مجال الكره ان شاء الله. بالاضافه لذلك انه هدفنا احنا ابراز الموهبه العربيه او بالاخص المصريه للعالم التركي او للعالم الاوروبي، وفتح طريق الاحتراف للاعبين الشبان ان شاء الله العرب. معنى كده ان من وصفته بعين او عينكم هنا في مصر بيتابع مواهب اخرى غير محمد عمرو؟ طبعا لكن احد المواهب كانت اللي لفتت الانظار هو محمد. طبعا ارسلنا فيديو الوكيل شافه في احد المباريات لمنتخب مصر. ايوه 2006، وبصراحه اعجبنا فيه والمدرب اعجب فيه. وطلبنا منه انه يقدم لنا فتره معايشه ان شاء الله. فتره المعايشه تبدا في اول فبراير. صحيح، في 1 فبراير ان شاء الله تبدا. لمده 20 يوما؟ أكيد صحيح، لمدة 20 يوم. موفقين بإذن الله. بشكرك على وجودك معنا كابتن أيمن أوغلو، المدير التنفيذي لنادي أسنان ميمار أسنان التركي. محمد عمرو، اسمك ميدو برضه صح؟ ميدو ده عادي عشان محمد فدلعه ميدو، ولا ليه علاقة بالكورة أو حاجة؟ لا، هو محمد دلعه ميدو. الفرقة بتسميك ميدو. من ساعة لما بدأت الكورة كله بيناديني بميدو، مفيش محمد يعني. مفيش محمد. اسيستاتك أكتر ولا جوالك أكتر؟ لا، اسيستات. اسيستات أكتر. بتتبسط لما بتعمل اسيست؟ بالنسبة لي أنا اسيست أهم من الجون. فعلاً؟ ليه بقى؟ يعني أنا يعتبر اللي ببقى يعني عامل بنسبة مثلاً للجول 60-70%. أنا اللي عامل يعتبر نصه. مظبوط. فأنا اللي بدي مثلاً الجون حلاوة أكتر يعني. بس احيانا في لعيبه يبقوا بيلعبوا في مركز ويجي مدرب يقول لهم لا انا عايزكم تلعبوا في مركز تاني مختلف ما لعبتش فيه كتير، دي بتبقى شايفها ازاي كلاعب كره؟ والله انا بالنسبه لي يعني مدرب هيقول لي العب في اي حته العبها. هو عايزني العب هنا العب له هنا. بس اكيد مش هيبقى نفس يعني مستواي في المركز اللي انا بحب العبه. مفهوم. بس هلعب. بس منتخب مصر، انت بتلعب في المنتخبات يعني منتخب 2006، شايف ازاي مشوار مصر بقى المنتخب الكبير في المنتخب او في افريقيا دلوقتي؟ ماتش كوتيفوار. والله انا شايف الماتش يعني على الورق مش سهل. بس انا توقعاتي اللي احنا ان شاء الله هنكسب ضربات جزاء. نكسب ضربات جزاء. مشوار يعني هنتعب شويه في الماتش اللي بعده. بس نعدي ده ان شاء الله الاول. ان شاء الله. المنتخب بيبقى احيانا فيه انتقادات وفي الناس متضايقه شويه من بعض، من المستوى في بعض الماتشات، انت شفت ازاي الماتشات الثلاثه اللي فاتوا محمد؟
يعني هو من اول ماتش نيجيريا الاداء ما كانش يعني الاداء اللي احنا متعودين عليه لمنتخب مصر، بس ماتش غينيا اللي بعده الاداء ابتدى يتحسن، ماتش السودان اتحسن احسن، فان شاء الله ماتش كوت ديفوار نبقى احسن واحسن يعني باذن الله. ناس طبعا محمد صلاح دايما هو اللي في الواجهه ودايما هو اللي اي لاعب في مصر بيبقى نفسه يبقى زيه. انت ايه رايك في مشوار محمد صلاح؟ انت شايفه ازاي كلاعب كره صغير؟ والله يعني هو اجتهد وتعب وصبر كمان، فالتعب اخرته يعني نجاح، ربنا كرمه اكيد يعني. طبعا انت لما تسافر ان شاء الله هيبقى معاك والدك. يعني انت عارف ظروف اللعب بره بتبقى مختلفه، القيود اكتر، النوم بدري، الحاجات دي انت جاهز لها ان شاء الله؟ ان شاء الله تمام يعني. طيب اذا كنت انت اهلاوي فابن عمتك نجم من نجوم كره اليد الزملكاويه كابتن محمود فلفل معانا على التليفون. كابتن فلفل ازيك؟ ازيك يا هاني، ازيك يا اخبارك ايه؟ كله كويس؟ كله زي الفل الحمد لله. دايما بيتقال انه لو في لعيب بيلعب في فريق اهلي ولا زمالك ما ينفعش العيله دي يخرج منها واحد مختلف. سبت انت محمد عمرو يطلع اهلاوي؟ لا ميدو يعني ميدو ده فاهم كريزه بتاعت العيله عندنا. ليه؟ كلمني عن ميدو. بص لا يعني ميدو يعني من هو صغير بان ان هو هيطلع لعيب كوره كويس. يعني انا كنت بشوفه كتير وهو كمان يعني من هو صغير اشول، يعني هو من عنده 3 4 سنين كده. بابا كان بيلعب كوره اصلا، فابتدى ايه مثلا يجي يحدف له الكوره، يبص له الكوره تلاقي رجله الشمال هي بتباصي، فابتدى يهتم بيه من 4 سنين تقريبا، يعني ابتدى ياخد باله منه، ابتدى يدخله في نادي الطيران 5 سنين 6 سنين بعد كده وداه انبي على طول. ايوه. وانت شايف ميدو ده ميدو يبقى فين؟ مسيرته المفروض توصل لفين لو استمر على اللي الناس بتتكلم عنه دلوقتي؟ انا اتمنى له ان هو يكمل في الاحتراف طبعا. وتجربه فتره المعايشه دي ان شاء الله ربنا يكرمه فيها. واتمنى يبدا حياته في الاحتراف من هو صغير، لان الاحتراف بيفرق في تكوين شخصيه اللعيب وتفكيره. فده يعني ان شاء الله يساعده ان هو يلعب في احسن نادي العالم ان شاء الله باذن الله. عايز تقول حاجه يا كابتن فلفل؟ لا طبعا هو كان قدوتي وانا صغير وكنت دايما بتعلم منه، هو كان دايما بيعلمني، ف يعني مهم بالنسبه لي طبعا يعني في حياتي طبعا. اكيد كابتن فلفل انبسطت ان انا سمعت صوتك وربنا يوفقك دايما باذن الله. يعني ربنا يخليك يا رب ويوفق ميدو ان شاء الله يا رب ان شاء الله. شكرا فلفل حارس مرمى الزمالك لكره اليد. ميدو قبل ما اختم معاك، يعني مبسوطين بمجرد خطوات انك ان شاء الله ممكن تحترف في الخارج، فبما انه الناس كلها بتتكلم عليك ان انت لعيب امكانياتك كبيره عايزك تكمل ومفيش وقوف في الطموح، لانه انت دلوقتي كويس مش معناه ان انت كمان سنتين هتبقى ممتاز الا لو اشتغلت عشان تطور الامكانيات اللي عندك. جاهز لده؟ جاهز طبعا ان شاء الله. ان شاء الله ربنا يوفقك ونبارك لك قريب ان شاء الله باذن الله. ربنا يوفقك باذن الله يا ميدو ان شاء الله. احنا على فكره دي حلقه يعني ممكن في يوم من الايام تتذاع بقى بعد 5 6 7 سنين واحنا بنتكلم عن لعيب مصري محترف في انجلترا او في برشلونه فريقه المفضل ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله ربنا يوفقك ان شاء الله. نورتني يا ميدو حبيبي ربنا يخليك. شكرا ليك. نورنا الكابتن محمد عمرو لاعب منتخب مصر 2006 المرشح للاحتراف في تركيا خلال الايام المقبله، وربما حتى عروض من الامارات الجزيره والعين الاماراتي. وانتوا كمان كالعاده نورتونا. قبل ما اختم اقول لكم انه النهارده منظمه الكشف عن المنشطات كشفت عن انه في 6 لاعبين في الدوري المصري الممتاز سقطوا في اختبارات المنشطات او نتيجه التحليل في المنشطات جاءت ايجابيه، وانه الامر الان بيتم نقله الى مرحله التحقيق واما ثبوت الادانه او لا. بحسب التقارير فابرز اللاعبين او من هؤلاء اللاعبين المعلن اسمائهم هو عبد الرحمن عامر لاعب سموحه لاعب خط وسط الفريق. لما سالناه ايه القصه قال لنا انه تناول ماده اسمها C4 بروتين، والماده دي يبدو ان هي محظوره من ضمن الامور المحظوره. ده مصدر قال لنا انه عبد الرحمن عامر واخرين دي الماده اللي موجوده فيهم، ودي ماده ما كانش معروف ان هي موجوده ضمن المواد. فهنشوف طبعا كان اخر قصه اعلنت كانت كريم بامبو وأوقف 4 أشهر لاعب البنك الأهلي. عموما هنحاول نتواصل مع عبد الرحمن عامر واللجنة نفسها لمعرفة من الأسماء، وهنتابع مع حضراتكم وربنا يحمينا جميعا من هذا. تحيات كل فريق العمل، بكرة لقاء جديد الساعة 11، وتحياتي هاني حتحوت، إلى اللقاء.